لكن خليني في البدايه اكلم حضرتك عن شركه السادات، الكيان اللي يمكن ملوش تاريخ طويل لكن ليه خطوات وبصمات واضحه وعملاقه. ازاي شفت وجود شركه السادات، وازاي شفت اثر الوجود ده على تطوير الـ 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 الناحيه الرياضيه او القطاع الرياضي في مصر؟ هو زي ما حضرتك قلت طبعا، هو فكر استثماري اولا لانشاء مشروعات جديده، وايضا لصيانه مشروعات كانت قائمه وزي ما بيقولوا اصابها الاهمال. يعني لما تيجي تشوف مشروع سيتي كلوب مثلا، هتجد انه شركه استادات بقياده المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس اداره الشركه والعضو المنتدب بدا يعمل نوع من انواع استمرار طبعا للعمل اللي تم قبل كده، من انواع الصيانه والنهوض باستادات عواصم المحافظات. واخد بالك ده جزء او دور رئيسي، ده دور واحد من الاهداف الاساسيه طبعا، لانه كان فيه يعني مثلا ما تجد استاد بنها، استاد شبين الكوم، استادات كتيره جدا كانت وصلت لحاله عفى عليها الزمن من الاهمال الشديد. وهنا احنا كمان بنتكلم على دور الشركه، رغم ان هي شركه وطنيه وتتبع للدوله، الا انها بترفع عن الدوله، عن كاهل الدوله اعباء كتيره جدا كانت الدوله بتتحملها. مظبوط. بتخصيص شركه معينه هي كل شغلها الشاغل ان هي تعيد عمل هذه الاستادات مره اخرى والاماكن. بنتكلم على حق تطوير 16 استاد على مستوى الجمهوريه. طبعا. فطبعا ده في حد ذاته في النهايه كمان بيخدم المواطن المصري. يعني النهارده لما يكون المواطنين المصريين بيشتكوا من عدم وجود خدمات رياضيه واماكن يقدروا يروحوا فيها في عواصمهم او في مدنهم، بدل ما تبقى القاهره هي الملاذ الوحيد، لا بقى في النهارده انا لو من سكان القليوبيه هيبقى عندي، لو من سكان المنوفيه هيبقى عندي، وهكذا كفر الشيخ مثلا وباقي العواصم. القصه مش بس كمان في الجزئيه دي، اسمح لي استاذ جمال اتفضل، بتهيألي كمان مش قصه بس معالجه وضع سابق كان في تدهور او كان في ايا كان السبب، يعني ممكن طبعًا. ممكن يبقى اهمال زي ما حضرتك قلت، ممكن طبعًا. يبقى في وقت من الاوقات قله او تواضع الامكانيات، في ناس كتيره جدا عندها اسيتس او عندها اصول بالزبط. محترمه لكن ما عندهاش قدره على الصيانة. انها تصين وانها طبعًا. تطور وانها توسع، هو ده. نتيجه نقص الامكانيات. في كمان بتهيألي ده واحد من اهم الاهداف المرتبط بفكره رؤيه الدوله. انت بتتكلم انه بحسبه صغيره لو اي مواطن النهارده ماسك ورقه وقلم، مصر اللي النهارده بنقول عليها 100 مليون وتعاني من مشكلات في حاجات كتيره جدا بالزبط. وغياب لحاجات معينه، كمان 30 سنه او اقل من 30 سنه هيبقى عددها داخل على 200 مليون، ده لو فضلنا محافظين على نفس معدل الزياده السكانيه. فانت بتتكلم انك محتاج فوق الدوله دوله ثانيه، عشان كده التوسع. عارف زي ايه يا استاذ احمد؟ زي مشروعات الطرق اللي بتتم على مستوى الجمهوريه، ما هو ده هدف من اهداف الدوله. النهارده لما الرئيس عبد الفتاح السيسي اعلن انه هيعمل هيربط العواصم والمدن والطرق كلها او الاماكن السياحيه بطرق، ما هو ده بيسهل لك حتى عمليه تعمير المناطق المختلفة في مصر يعني. فأنا بقول إن ده يدخل في إطار سياسة الدولة، زي لما تيجي تعمل شركة زي شركة تذكرتي، أنت عندك مشكلة معينة كانت في دخول الجماهير. ابتديت تعمل لها أسلوب علمي من خلال شركة معينة، إحدى الشركات أيضا التابعة للدولة. فده يبقى ده نقدر نقول إن هو استراتيجية عامة موجودة، وكل شركة من الشركات موكول إليها عمل الحاجات بشكل مفيد للمواطن المصري، اللي هو تحسين حياة المواطن المصري، وده هدف أساسي طبعًا. من أهداف الدولة، إن أنت ما أنتش فقط بتبني، لا ده أنت كمان بتبحث عن أمور معينة تساعد المواطن المصري
على ان حياته تبقى الطف واجمل. طيب ده يلخص لنا فكره الـ الـ الاهداف من الشراكه، يعني احنا بنتكلم على كيانين عملاقين بيشتركوا مع بعض في رؤيه متفق عليها ورؤيه موحده، وبالتاكيد طبعا اهداف واحده، وبالتاكيد كمان مصلحه مشتركه، لكن في النهايه كمان المستفيد بشكل مباشر من شراكه من النوع ده هو المواطن المصري. ما هي الجزئيه الاولى اللي احنا اتكلمنا فيها اللي هي جزئيه دور شركه استادات في تطوير البنية التحتية الرياضية في مصر تحديدا في الأقاليم. ده احنا أشرنا إليه بشكل واضح، وانعكاس ده على النواحي الاجتماعية والثقافية والرياضية للمواطن المصري. طيب خليني أخد مع حضرتك الأمر الواقع اللي احنا عشناه، واللي يمكن وجود كيانات كبيرة زي استادات كشركة قابضة عندها عدد من الشركات تقدر تساهم ازاي من خلال شراكة مع كيان كبير برضو محترم وليه اسم وتاريخ كبير جدا وعنده قدرات عظيمة جدا زي شركة البريد المصري للاستثمار، ان احنا نقدر نعظم الفايدة او القيمة المضافة من شراكة من النوع ده. ايه الاهداف او ايه الحاجات اللي عانى منها الاقتصاد الرياضي بشكل معين وتحتاج او يمكن يكون ليها اولوية الدخول فيها بحيث انه يحصل فيها تغيير سريع؟ في نقطة مهمة جدا كمان في مسألة الاهتمام بتطوير البنى التحتية الرياضية اللي هو اللي هي في الاقاليم. فده بيعمل كمان فرص، بيخلق فرص عمل، بيجذب استثمارات إلى الأقاليم اللي كانت برضو بتعاني من الإهمال. كان كل التركيز على القاهرة والجيزة، هما دول الأساس. النهاردة أنت لما بتعمل مثل هذه المشروعات من خلال شركة استادات الوطنية بتعمل فرص عمل، يعني أنت لما تطور نادي في أي أو عاصمة. تنشئ نادي جديد زي سيتي كلاب بفروع مختلفة، أو تنشئ نادي جديد فده بيعمل نوع من خلق فرص عمل، محتاج عمالة تشتغل، فده أكيد 100%، وبيجذب كمان الاستثمارات، لأن الشركة من خلال هذه المشروعات بتجذب استثمارات معينة وبتفتح مشروعات جديدة داخل النادي نفسه، وبتدي مساحة للأسرة، وبتدي مساحة كمان للمواهب، ودي واحدة نقطة من في غاية الأهمية. يعني مش كل الأهداف مرتبطة بتحقيق مكاسب مادية أو خالص. تحقيق تعظيم استثمار مادي، لكن كمان في ناحية خدمية وناحية فنية، تعظيم الدور وجذب استثمارات. ما أنت النهاردة هل كل المشروعات اللي بتقام على مستوى الدولة هل الدولة هي اللي بتنفق عليها؟ لا، هي الدولة بتحط فكر معين، هذا الفكر بيخلي رجال أعمال كمان يشتركوا صحيح. في هذا الأمر ويساهموا ويقوموا بدورهم، وخصوصا أن الرياضة بقت مجال جاذب جدا لرأس المال للاستثمار فيه. طب وخليني هرجع للنقطة دي فضل. يعني شفنا تجارب برة، أتمنى أن أنا أشوفها بتتكرر في مصر هنا. شفنا صناديق استثمار عربية بتروح لدول أجنبية عشان تحط استثماراتها فيها، بس خليني أروح لزميلتي نورهان تمام، زي ما بيقولوا من موقع الحدث وقبل دقائق من بداية الإعلان عن الشراكة الكبيرة اللي بتجمع بين شركة البريد المصري استثمار وشركة الاستادات القابضة. نورهان مساء الخير، وتوصف لنا الأجواء عندك وشكل الاستعدادات لبداية الحدث. يعني مساء الخير يا كابتن احمد، برحب بيك وبرحب بضيوفك الكرام. احنا هنا من احد الفنادق في وسط القاهره، طبعا زي ما قلتوا يعني حفل توقيع بروتوكول الشراكه الاستراتيجيه بين شركه استادات الوطنيه وبين البريد المصري للاستثمار. يعني يمكن طبعا الاستعدادات بتتم في الساعات الاولى من صباح اليوم للحدث واستقبال الشخصيات العامه اللي هتحضر حفل النهارده. خلينا نكلمكم عن ميزه الشراكه دي، وهي يعني هي هتكون بتتمثل في إطار نهضة اجتماعية وثقافية ورياضية وترفيهية. طبعا يعني احنا عارفين انه أندية سيتي كلوب هي احد الفروع الاقتصادية لشركة استادات الوطنية، والهدف منها هي الاهتمام طبعا بالمحافظات وعدم الاهتمام او اقتصار الاهتمام فقط على القاهرة والإسكندرية. كمان خلينا نقول لكم ان بطل الشراكة دي فروع أندية سيتي كلوب مع بالتعاون مع فروع البريد المصري في المحافظات المختلفة. أندية سيتي كلوب طبعا زي ما قلنا لكم هيكون ليها دور كبير جدا في الشراكة دي، وكمان خلينا نقول لكم انه الهدف الأسمى بقى هو نقل سوق الاستثمار الرياضي لخانة الصناعة.
وهنا نحط تحت هذا يعني هذا الامر خطوط كبيره جدا. احنا بنتكلم عن الاستثمار الرياضي بقالنا فتره كبيره جدا زي ما قلت يا كابتن احمد، واهميته سواء في مصر والوطن العربي ويمكن العالم اجمع. الاستثمار الرياضي بقى يعني عنوان كبير جدا للرياضات المختلفه. نقل فكره الاستثمار الرياضي او نقل الاستثمار الرياضي لخانه الصناعه، ان احنا نصنع يعني ابطال، نصنع احداث، نصنع امور كتير جدا في الوضع الرياضي المصري. وان شاء الله باذن الله احنا طبعا في انتظار يعني اقامه الحفل في الدقائق القادمه. شكرا ليك جدا يا كابتن احمد، ودي يمكن كانت ابرز الحاجات هنا في حفل توقيع البروتوكول. بشكرك شكرا جزيلا نورهان، وبالتاكيد هنرجع لك مره ثانيه نتابع معاكي الحدث وضيوف طبعا الاعلان عن الشراكه الكبيره دي. ومره ثانيه ارجع للاستاذ جمال، يمكن نورهان اكدت على كلامنا اللي يمكن كنا لسه بنقوله حالا، وكنت بقول لحضرتك انه العالم كله الحقيقه يعني احنا يمكن بنشوف حدث هو الاول من نوعه، مش عارف الذاكره يمكن تكون حدثي لو حصل حاجه قبل كده بالحجم ده او بالضخامه دي في شراكه هو الجميل كبرى بين شركه او كيانين عملاقين طبعا زي دول. هو الجميل انه انت بتبتدي العمل واثناء ممارستك لهذا الدور بتطلع افكار جديده تكمل او تسري الهدف، واخد بالك؟ يعني من ضمن الادوار كمان اللي احنا لازم نشير اليها تنشيط حركه الاستثمار الرياضي مع الانديه بالشراكه مع الانديه والاتحادات، يمكن يكون المثال الواضح لده مع النادي الاهلي طبعا، شركه السادات والنادي الاهلي طبعا، لدرجه انه تم خلال الفتره الماضيه تحويل استاد السلام الى استاد الاهلي والاهلي والسلام. ايوه بموجب حق انتفاع. نقله نوعيه طبعا، لمدة يعني يمكن 25 النقله دي يحس بيها قوي جمهور نادي الاهلي طبعا، يعني طبعا اللعيبه والجهاز الفني كل ده، لكن انا بتكلم على مستوى القاعده الجماهيريه والشعبيه، انك يكون ليك ملعبك حتى ولم يكن ملكك لكن ليك حق استغلاله، الى حين حتى يكون عندك شخصية ملعبك، شخصيه الملعب نفسه بقت بالزبط. ليها علاقه ببراند النادي الاهلي أيوة. وبنجوم النادي الاهلي، ما هو حق انتفاع، حق انتفاع لكن بالزبط. هو يقوم بالهدف في أيوة. لحين ما تكمل انت استادك الخاص مظبوط. نمره حاجه اتنين كمان، نمره اتنين النادي الاهلي مثلا حصل على حقوق نادي طيبه بالاقصر أيوة. برضو 25 سنه الاهلي الاقصر اللي هو اهلي شرف تقديم حفل افتتاحه، وانا كنت معاك وانا يمكن لمست قد ايه يعني كنت انا كنت موجود بالظبط انا كنت بقدم حفل افتتاح الاهلي الاقصر وانا كنت مع حضرتك وحسيت بقى يمكن مع التواصل مع الناس اللي اهلنا في الاقصر هناك قد ايه في حاله فرحه وسعاده غامره، مش بس عشان في نادي بيحمل اسم نادي الاهلي موجود هناك، لكن فكره انه كيان كبير وليه عشاء كانوا يحلموا في يوم من الايام انه الاهلي يبقى موجود عندهم بالزبط. والحلم اتحقق بالظبط. طيب خليني اروح لزميلتنا هنا ابو القاسم موجوده ومعاها طبعا النجم الكبير وزميلنا العزيز كابتن هاني رمزي، نروح لهنا ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. اتفضلي يا هنا. برحب بيك زميلي احمد وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. احنا دلوقتي داخل حفل توقيع بروتوكول استراتيجي طبعا للشراكه بين شركه استادات الوطنيه وشركه البريد المصري للاستثمار، اللي طبعا هيعمل نقله كبيره جدا في مجال الاستثمار الرياضي في مصر. طبعا زي ما قلت معي في هذه اللحظات نجم النادي الاهلي كابتن هاني رمزي، برحب بحضرتك طبعا في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايز اعرف بقى ايه راي حضرتك في البروتوكول اللي هيتم امضائه اليوم. والله طبعا حاجة عظيمة، أولا طبعا بنقول مبروك لكل من ينتمي للمنظومة الرياضية في مصر. أعتقد دي الشراكة طبعا ما بين شركة استادات الوطنية وشركة كمان البريد المصري هي شراكة مميزة جدا. ليه شراكة مميزة؟ اعتقادي الشخصي ده أول بروجكت على مستوى الدولة بالاستثمار الرياضي الحقيقي. احنا دايما كنا بنقول عايزين تقدم في كل المستويات، كلنا عارفين ان الرياضة بتمثل جزء كبير جدا جدا من تقدم البلاد كتيرة جدا، وطبعا مصر بلدنا من خلال طبعا الإدارة على مستوى الوزارات كلها طبعا الرياضة جزء كبير جدا من حياتنا. فأعتقد الاستثمار الرياضي وخاصة كمان الاستثمار في كرة القدم شراكة مهمة جدا جدا عن طريق طبعا شركة استادات الوطنية، اللي بصراحة يمكن إن شاء الله الناس هتحس بدوت خلال الأشهر والسنين القليلة اللي جاية، هنلاقي فعلا استثمار رياضي يليق باسم مصر اللي كان متأخر بقاله سنين كتير قوي.
حضرتك يا كابتن شايف ازاي بروتوكول زي النهارده هيفرق في الرياضه المصريه، خصوصا ان احنا شايفين الحقيقه اهتمام كبير جدا من الدوله وابنائها في الاونه الاخيره بالرياضه؟ ما فيش شك طبعا البريد المصري ده شريك وطني كمان، وكل المنظومه منظومه وطنيه من الدرجه الاولى، اكيد هيضيف بشكل كبير جدا. هو مش سبونسر عشان الناس ما تفهمش غلط، هو شريك، وكلمه شريك ديت شريك في كل حاجه، يعني هيكون متواجد في كل المحافل على مستوى التنظيمات، على مستوى المسابقات، على مستوى كمان ان شاء الله هيكون على مستوى كره القدم اللي بيهم الناس كمان، ان هيلاقوا حاجه ان شاء الله باذن الله تليق باسم مصر على مستوى الرياضه وخاصه كره القدم، على مستوى تنظيم، على مستوى اكتشاف الموهوبين. واللي ادانا الدفعه دي اكيد محمد صلاح وتالقه الفتره اللي فاتت، بيقول ان مصر ولاده، مصر عندها نجوم، مصر عندها مواهب كتيره جدا جدا، وده اللي بتقوم بيه شركه استادات من خلال طبعا اكاديميات سيتي كلوب المتواجده دلوقتي في مصر، بنقوم بدوت بشكل اكتر من رائع على مستوى احترافي، على مستوى تقدري تقولي على المستوى نقدر بيه نخرج عناصر ولعيبه محترفه، وخاصه انا بتكلم على مجال كره القدم. لكن هذا المشروع كمان استعداد مش كره قدم بس، على كل الرياضات الموجوده زي ما انت قلتي. يمكن الدوله المصريه بتهتم كثيرا جدا جدا بالرياضه، وهو جزء مهم جدا في حياه كل الناس. يعني طبعا حضرتك احد نجوم مجال الرياضه، ايه الرساله بقى اللي تحب توجهها بعد طبعا بروتوكول اليوم واللي هيعمل نقله كبيره جدا في مجال الرياضه؟ بقول مبروك طبعا، مبروك لشركه السادات، مبروك للبريد المصري، مبروك لينا كمصريين. انا زي ما بقول لك بدانا، يعني بدات انا كمان اعيش حلم، كنت اتمنى، انا يعني عشت 14 15 سنه في اوروبا وكنت شايف الناس دي شغاله ازاي، فبقول بلدنا بدات تحط رجليها على الطريق الصحيح. مصر دلوقتي على مستوى الاستثمار الرياضي ان شاء الله على بدايه الطريق، لسه في شغل كبير جدا، لكن كمان على مستوى، وده بينعكس على ثقافه الشعب ما فيش شك. ودي الرسالة الأهم اللي الدولة بتحب تنقلها، إن الرياضة بتحسن من سلوكنا بشكل كبير جدا، بتزيد عملية الإنتاج بشكل كبير جدا. فبقول مبروك لكل فرد متواجد من شركة استادات، وبالتوفيق الفترة اللي جاية إن شاء الله. بشكر حضرتك جدا. شكرا، شكرا جزيلا. يعني ده كان لقائي طبعا مع نجم النادي الأهلي كابتن هاني رمزي. هنكون مستمرين معاكم في لقاءات حصرية على شاشة قناة النادي الأهلي. الآن العودة ليك يا أحمد مرة تانية في الاستوديو. شكرا جزيلا زميلة عزيزة هنا أبو القاسم، من داخل يمكن واحد من فنادق القاهرة طبعا اللي بيستضيف الحدث. يمكن من كلام كابتن هاني رمزي ومن كلامي اللي كنت بقوله مع أستاذ جمال الزهيري قبل ما أروح لأنا، كنت بقول ان احنا شفنا تجارب على ارض الواقع، وشفناها مع اسماء كبيره ساهمت بشكل من الاشكال. انا عايز بس اقرب لكم الصوره شويه، او تروحوا معايا لبعيد فتشوفوا الرؤيه ممكن تكون عامله ازاي، وتاثير حدث من النوع ده او شراكه من النوع ده على مستقبل الرياضه في مصر. شفنا تجارب كتير، تجارب مرتبطه بتطوير بنيه تحتيه، شفنا استاد ملعب زي مثلا الاميريتس لنادي كبير جدا في انجلترا اسمه الارسنال، شفنا ضخ صناديق استثمار لدول في استثمارات رياضيه في انديه زي مثلا المان سيتي، زي باريس سان جيرمان، او راس مال خاص زي مثلا تشيلسي، وقد ايه ده ساهم بشكل كبير جدا في انه يعمل نقله نوعيه على كل مستويات، من الناحيه الاقتصاديه والاستثمار والاستفاده الماليه، ومن الناحيه الفنيه طبعا على انديه غابت على المنافسه بقت دايما موجوده على منصات التتويج. لما يحصل ده عندنا في مصر يبقى عندنا خطوه، دي خطوه عملاقه او خطوه مبشره جدا جدا بمستقبل ان شاء الله باذن الله افضل على كل المستويات. مظبوط. رايك في الكلام اللي قاله كابتن هاني دلوقتي؟ هو نفس يعني نفس الكونسبت او المفهوم اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو اساسا برضه لازم نوضح دي للناس، الدوله لم ترفع يدها عن الرياضه. بالعكس، ده تاسيس هذه الشركات، فكره الشركه شركه السادات قائمه في الاساس على تنفيذ رؤيه الدوله المصريه زي ما قلنا لتحسين حياه افراد المجتمع او المواطنين. فده في حد ذاته يبقى اي فكره، اي شغل طالما بيتعمل وفق مفهوم او فكره ما تقلقش منه. ليه؟ انت بتبقى بتعمل الشغل بتاعك وانت معتمد على شركه معينه لها اختصاصات معينه. وحتى هذا البروتوكول اللي هيتم توقيعه مع زي ما بيقولوا ايه، شركه البريد للاستثمار، ودي بيطلق عليها الزراع الاستثماري
للهيئه القوميه للبريد. يعني الهيئه القوميه للبريد كهيئه لها انشطه، لكن هي الاخرى وعت او فكرت وفقا لمفهوم استراتيجيه الدوله ان لابد ان يكون هناك لها زراع استثماري. وعايز اقول للناس بس استثماري مش بمعنى الفلوس فقط، يعني مش بمعنى ان انا بعمل ده عشان ازود السعر خالص، بدليل ان اسعار الانديه السيتي كلوب اعتقد انها في المتناول فيما يعني. يا استاذ جمال احنا هنروح لبعيد ليه؟ انت من 5-6 سنين كان حلم الاسره المصريه فانها تحصل على عضويه نادي حلم يكاد يكون بعيد المناء يعني مش عايز اقول مستحيل، بس اعتقد ان الصوره اختلفت بشكل كبير جدا مع وجود سيتي كلاب. والاهم من ده انه شركه استادات القبضه من بدايتها قدرت توفر الحل الذكي، الحل العصري اللي يتعامل مع المشكله دي، وبالتقسيط وحاجات يعني سيستم معين، ودخول شركه البريد اعتقد هيسهل او هيقدم تسهيلات كبيره جدا لاي اسره. يعني هذا التحالف او هذا البروتوكول اكيد من وراء اهداف برضو لخدمه المشروع. عايز ارجع بس للنقطه اللي احنا قلنا التعاون بين النادي الاهلي وبين شركه السادات. احنا اتكلمنا عن تحويل استاد السلام الى استاد الاهلي والسلام، اتكلمنا عن نادي الاهلي في الاقصر. في نقطه كمان مهمه قوي، انه النادي الاهلي يحصل بمقتضى اتفاقات معينه بين شركه السادات على مجمع حمامات السباحه التابع للتربيه والتعليم. ايوه برضه حق انتفاع لمده 25 سنه انك انت تستفيد من هذه المنشات وتفيد حمامات التربيه والتعليم. يعني هي المنفعه متبادله، الاستفاده بتبقى مشتركه، يعني لازم الوين وين سيتويشن ده زي ما بيقولوا بين كل الاطراف. يعني شراكه الاهلي والسادات نتج عنها تطوير ملعب السلام برضو، ما هو في النهايه الملعب نفسه فدى الماليه او المقابل المالي، شايف في نفس الوقت تطوير الملعب نفسه، شايف الفايده مزدوجه. الشيء المهم ايضا برضو من ضمن او من ثمار التعاون بين السادات والنادي الاهلي هي مساله اداره القناه الى شركه لايف. كنت خايف لا تنسانا لا 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 صاحبه الحقوق والعلامه التجاريه للقناه. أيوه. برضو ده بيعمل نوع من انواع التطوير و يعني عارف الدعم وايضا الفوائد المتبادله. فما اقدرش انسى قناه الاهلي يعني. أيوه. واحنا شايفين طبعا يعني التطور الكبير. طيب يعني خليني اخد حضرتك للمأمول. يعني انت شايف انه لما يبقى عندنا شراكه من النوع ده بين كيانين بالامكانيات دي، اعتقد خبرات وكوادر عندها قدره على ان يكون ليها رؤيه. اعتقد انه الناحيه التمويليه النهارده مع وجود شريك زي شركه البريد المصري للاستثمار هتسهل وتساعد وتضخم 100% الامكانيات بشكل كبير جدا. المأمول او الطفره اللي يحلم بيها استاذ جمال الزهيري في مجال النشاط الرياضي، هي توصلك لمرحله مهمه جدا جدا اللي انت بتتكلم عليه بقى، العالميه. عالميه الرياضه المصريه. يعني هتلاقي المشروعات دي موجوده او مثل هذه المشروعات موجوده في اوروبا من سنوات طويله. وهي سر من أسرار التفوق الرياضي في أوروبا وفي كرة القدم، مش في الرياضة يعني في الرياضة بشكل عام وفي كرة القدم تحديدا. فمية في المية هناك آثار إيجابية كبيرة جدا جدا. احنا دايما بنحلم ان احنا يبقى عندنا آلاف يشبهوا محمد صلاح او مئات، ماشي. طيب انت لما يبقى عندك الاول موافق بعشرات والله. والله نبتدي بعشرات. احنا بنتمنى ليه؟ لان انت عندك برضو معلش نقطه ممارسه الرياضه هي النقطه المهمه قبل رياضه البطوله. يعني هيبقى عندك ابطال، يعني محمد صلاح عشان كان يوصل للمرحله دي كان بيقطع مئات الكيلومترات كل يوم عشان يروح نادي المقاولين، ماشي، ويتدرب ويرجع يعيد نفس الرحله. فانت لما بتوفر ملاعب وامكانيات داخل الاقاليم انت بتوفر كتير على المواهب. يعني على الاقل بتقدر تختار منهم من يفيدك
في المشوار او في المجال الرياضي. بتتيح لي هو فرصة التعبير عن موهبته طبعاً، وتتيح طبعاً لأصحاب الخبرة رؤية المواهب دي في سن والاختيار في سن مبكر يعني. ووزارة الشباب والرياضة برضو عندها وجهة نظر اللي هي الرياضة للجميع، دي مهمة جدا. وأيضا رياضة البطولة اللي هي من خلال بقى اللجنة الأولمبية والاتحادات والكلام ده. فلابد أولا أن يكون عدد الممارسين، يعني احنا دايما بنندهش ان احنا 110 مليون عدد اللاعبين كرة القدم المسجلين في اتحاد الكرة المصري، أعداد قليلة بالمقارنة بعدد السكان يعني أو بتعداد السكان. فالفكرة اللي أنا ملاحظه يعني في السنوات الأخيرة أن الدولة المصرية تقوم بهذه الأعمال وفق سياسة نقدر نقول سياسة رشيدة بالفعل يعني. طيب اسمح لي أروح لزميلتنا نورهان طمان، هيكون معها ليها لقاء طبعا مع نجمنا يا حبيبي الحقيقة كابتن محمد عبد الجليل. خلينا نروح للحدث ونشوف لقاء نورهان مع كابتن جاليليو. تجدد التحية بيك كابتن أحمد وبمشاهدينا وبضيوفك الكرام، وإحنا طبعا لسه هنا في مقر حفل توقيع بروتوكول الشراكة الاستراتيجية بين شركة استادات الوطنية وشركة والبريد المصري للاستثمار، وزي ما قلت معانا نجم نادي الأهلي السابق كابتن محمد عبد الجليل يمكن أحد المدعوين النهاردة. بنرحب بيك معانا كابتن على شاشة قناة النادي الأهلي. مرحب بك ومرحب بقناة الأهلي العزيز على القلب طبعا، وبرحب في الناس اللي في الاستوديو المحترمة. الحمد لله رب العالمين، يعني الواحد بيحب يشوف حاجات زي دي كده، يعني بروتوكولات بتتعمل. البريد المصري بقاله فترة في تطور، حاجة محترمة قوي طبعا. شركة استادات الوطنية اتولدت عملاقة وعاملة حالة في البلد محترمة. أنا عن نفسي عضو فيها وبقالي 3 شهور ماسك فرع الفيوم، هي أكاديمية استادات، وشايف إن هي أكاديمية محترمة وإن شاء الله تعمل شغل كويس قوي. الاهتمام بالمحافظات بقى، يعني إحنا شايفين أندية سيتي كلاب الفكرة نفسها قائمة على الخروج من المركزية والخروج من الاهتمام فقط بالقاهرة. الاهتمام بالمحافظات، الناس أنا حضرتك بتقول الفيوم، الناس في الفيوم شايفة المشروع إزاي؟ بصي، هو احنا برضو ما ملحقش نعمل دعايه كويسه، ولكن انا بقالي 13 سنه في الفيوم، فلما الناس اختارتني ان انا امسك فرع الفيوم، شايف ان عامله حاله محترمه. انا بادئ الاكاديميه ب 12 لاعب، دلوقتي بسم الله ما شاء الله معدي 90 في خلال شهرين. ان شاء الله الفتره الجايه الدعايه هتبقى في الفيوم قويه جدا. الناس المسؤولين عن شركه استادات عاملين كذا فرع في كل حتة، ودي مش هدفة للربح، دي بأجور رمزية خالص. الهدف منها إن اللاعب يمارس، اللاعب يظهر لو عنده موهبة. أنا شايف إن حاجة محترمة قوي إن دولة بتعملها، شركة استادات وطنية فعلا، وإن شاء الله بإذن الله في تقدم على طول إن شاء الله. حضرتك قلت حاجة مهمة، الربح او الاهداف. الاستثمار الرياضي بشكل عام اصبح يعني بقى يعني حاجه كبيره في 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 اطار الرياضه بشكل عام. الاستثمار الرياضي ما بقيناش بس بنشوف فكره انه احنا بنقعد نتفرج على كوره وبنبسط بكوره بس، لا، الموضوع بقى اكبر من كده بكتير. حضرتك شايف الفتره اللي جايه الاستثمار الرياضي في مصر رايح لفين؟ في تقدم، يعني انا شايف ان الفتره دي أو في خلال العشر سنين اللي فاتوا، لا، أي مؤتمر بيتعمل بتلاقيه بشياكة، أي تنظيم بطولة هنا بتلاقيها ناجحة جدا، أي قرعة بتتعمل في مصر بتعمل كويس جدا. حتة بقى الاستثمار، لا، أنا شايف إن الرياضة اللي هيستثمر فيها صح هينجح. أنا بقول لك إن شركة استادات، لا، مش هدفها الربح قوي، ممكن يبقى في شراكة تانية في حتة تانية، استثمار تاني، بس مش في كرة القدم بس. عندنا أبطال أولمبيين وأبطال، يمكن إحنا كنا بنقول زمان الألعاب الشهيدة، لا، دلوقتي مش معادش شهيدة، بقت ألعاب قوية وفي بطولة أبطال ناجحين جدا مش في كرة القدم بس. فأنا أتمنى إن كله يحزو بحزو شركة استادات الوطنية، يحزو بالبريد المصري للاستثمار، حاجة محترمة. وأنا بقول لحضرتك
البريد المصري في تطور حاجة في خلال العشر 15 سنة اللي فاتت، لا حاجة محترمة إن شاء الله. كابتن محمد عبد الجليل بشكر حضرتك جدا ونورتنا على شاشة قناة النادي الأهلي. شكرا، وأنا اللي بشكرك وبشكر قناة الأهلي دايما. شكرا. وده طبعا كان لقائنا مع كابتن محمد عبد الجليل احد نجوم النادي الاهلي السابقين واحد يعني القائمين في احد الفروع في انديه كلوب سيتي وشركه استادات. شكرا لكم جدا وعوده الى الاستوديو. شكرا كابتن محمد عبد الجليل وشكرا زميلتنا نورهان طبعاً. ومن كلام عبد الجليل والفرصه، يمكن ده كان محور كلامي مع استاذ جمال الزهيري هنا في الاستوديو، اتاحت الفرصه تعالى نحسبها كده بالورقه والقلم. محمد صلاح اتكلف كام ومحمد صلاح النهارده ثمنه كام؟ ده جزء او نموذج بسيط جدا جدا من الاستثمار في الموهبه، انك تديله الفرصه او تتيح له الفرصه انه يعبر عن قدراته. اعتقد انه مشروع سيتي كلوب اعتقد ساهم بده بشكل كبير، وفي وقت قصير جدا قدر يتيح الفرصه دي لعدد كبير جدا من المواهب المصريه انها تاخد مساحه للمشاركه وللتعبير عن قدراتها. نحلم ونروح لبعيد واحنا بنتكلم على اللي جاي، نتكلم كمان على اللي موجود. يعني قد ايه مثلا بقى لنا فتره طويله، وهل ده ممكن يكون واحد من اهداف شراكه من نوع ده استاذ جمال ولا لا؟ وازاي ممكن نطبقه؟ بنتكلم على صناديق استثمار بتستثمر في انديه شعبيه وانديه جماهيريه وبتعمل تحول نووي في ظرف فتره قصيره جدا. عندنا ده واحد من 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 اوجه معاناه انجاز التعبير، يعني قطاع الرياضه في مصر انديه شعبيه نسيناها او بعدت وتراجعت رغم وجود اسم وتاريخ وجماهير قاعده جماهيريه. هل ممكن نشوف مثلا من نتائج الشراكه دي دعم او سبونسر شيب او رعايه يعني أكيد. مثلا للانديه الشعبيه والجماهيريه؟ اكيد مليون في الميه. يعني هو من ضمن الاهداف الاساسيه زي ما قلت لك ان انت اولا بتحسن نوعيه المنشأة، فلما تحسن نوعية المنشأة هيبقى في عليها إقبال سواء من الجماهير أو من المواطن العادي أو من الشركات الراغبة في الاستثمار. فده في حد ذاته هي معادلة تؤدي يا أستاذ أحمد إلى جودة المنتج بشكل عام. فجودة المنتج سواء على مستوى العضوية العادية أو على مستوى الرياضيين أو على مستوى النشاط الاجتماعي والثقافي، لأن برضو الأندية ما هيش مجرد أو هكذا يجب أن تكون، يعني مش زي أوروبا. إحنا إحنا الأندية بتاعتنا المفروض أن فيها أنشطة مختلفة، ولما يبقى عندك وعي لهذه النقطة لا بتخلي بدل ما الشاب النهاردة أو الشباب بيروح يقعدوا على كافيهات وحاجات والكلام ده. يعني انا من الثمانينات كان ليا زياره لالمانيا مثلا، كنت شفت في مراكز الشباب هناك حاجه مختلفه. يعني مراكز الشباب بالنسبه لنا احنا معروف فرق كوره ورياضه وبس. لا، مراكز الشباب كانت في المانيا في ذلك الوقت، واعتقد انها تطورت جدا اكتر لان ده كان في الثمانينات. يعني انت بتتكلم على يعني 40 سنه في المانيا سنة. ده يبقى سنين ضوئيه. اول ما اتولدت انا رحت على طول، واخد بالك؟ فكان في شغل جامد جدا. اقول لك حاجه كمان من ضمن برضو الحاجات اللي احنا يجب ان نستفيد بيها من بس احكي لي اول قصه المانيا إيه اللي انت شفته بره في مراكز الشباب. مثلا كان في العاب كانت هنا لسه مش معروفه، البلياردو مثلا. او ال اللي هي تنس طاوله، بينج بونج، اسمها ايه، البولينج. البولينج ما كانش موجود. هي حاجات كتيره بتتلعب كده. لا هي ما كانتش موجوده. انا فاهم. النهارده بقت منتشره. النهارده انت كجهه مسؤوله سواء وزاره الشباب او الشركات العامله في هذا المجال لازم تشوف الشباب عايز ايه. طالما حلال ما هو مش حاجه حرام. ايوه، انه يبقى فيه بولينج، يبقى فيه بلياردو، يبقى فيه كذا. الحاجات دي كلها بتعمل نوع من انواع الدعم والجذب للشباب. دي مهمه قوي. يعني مش هقول لك تعمل له الحاجات الوحشه تدخلها الانديه. أيوه. لا، الحاجات اللي هي مفيده له وهو بيجري يروح مراكز بولينج، مراكز بلياردو، طب ما تعملها له وتسحبه. مثلا من ضمن الحاجات الحدائق في المانيا واعتقد في اوروبا يعني بشكل عام تلاقيها استثمار للمكان الفاضي. يعني بص، لاقي
في كل جنينه مثلا او حديقه عامه تلاقي ترابيزات تنس طاوله اسمنتيه، انت وانت ماشي مجرد ان انت شايل في شنطتك شبكه ومضربين اوكي وكور تحطهم وتلعب. فدي انا عايز اقول لك شويه ارقام ممكن يعني تخض شويه، نشوف حجم وتاثير على الناحيه بقى الاقتصاديه، لانه يعني ده بالاضافه للناحيه الخدميه والناحيه الرياضيه بالتاكيد قيمه مضافه، لكن كمان النهارده الاقتصاد بقى طبعاً الاقتصاد الرياضي بقى عنصر مهم جدا، وهديك نماذج وارقام تخض الحقيقه لما نبص لتجارب قبل كده. طيب هنروح لزميلتنا نورهان طمان، هي الحقيقه يمكن جاهز معاها دلوقتي كابتن تامر عبد الحميد، وهو احد المشرفين بنادي سيتي كلاب وتحديدا المشرف على فرع الشرقيه لو الذاكره يعني ما خانتنيش. خلينا نروح لنورهان وضيفها طبعا عزيز تامر عبد الحميد. كابتن تامر عبد الحميد برحب بيك مره اخرى يا كابتن احمد، وبرحب بضيوفك الكرام وطبعا مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما حضرتك قلت احنا معانا نجم منتخب مصر كابتن تامر عبد الحميد، وطبعا احد المشرفين واحد اعضاء يعني الناس القائمين على محافظه او اكاديميه سيتي كلاب في الشرقيه. برحب بحضرتك معانا يا كابتن. اكاديميه السادات في الشرقيه. اكاديميه السادات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اهلا بيك. كل الناس طبعا اللي بيشوفونا. احنا النهارده طبعا اتفاقيه شراكه ما بين استادات الوطنيه والبريد المصري، وعنوانها الاستثمار الرياضي او احد اهدافها الاستثمار الرياضي او تطوير الامر في طبعا المحافظات. حضرتك شايف فكره الاستثمار الرياضي ماشيه ازاي في الفتره الحاليه؟ هو اللي جاي في مصر، شايفين الكوره او الرياضه عامه في العالم كله صناعه. الكرة النهاردة يعني ملايين الملايين مهتمين بها في المقام الأول والأخير سواء في مصر أو في العالم كله، فطبعا خطوة عملاقة، خطوة محترمة جدا ما بين شركة السادات الوطنية وما بين البريد المصري، أن يبقى فيه تعاون في الإطار دوت. بنتكلم بقى على استثمار رياضي، بنتكلم على ثقافة، بنتكلم على خدمات اجتماعية، بنتكلم على حاجات كتير قوي إن شاء الله بإذن الله تبقى يعني فتحة خير على الجميع بمشيئة الله. كلمنا بقى عن الشرقية. إن شاء الله بإذن الله أكاديمية السادات في على استاد الزقازيق بمحافظة الشرقية، إن شاء الله بإذن الله يطلع منها هدفنا الأساسي إن شاء الله أكتر من محمد صلاح إن شاء الله. الأكاديمية لا تهدف لربح تماما، الاشتراك بتاعها حاجة رمزية جدا جدا جدا. أنا موجود الحمد لله رب العالمين هناك بصفة مستمرة، الشغل اللي موجود فيها فني علمي على أعلى مستوى، نجوم منتخب مصر كلهم هيبقوا كمان موجودين فيها يعني إن شاء الله بإذن الله. لو ما طلعش الولد من الأكاديمية نجم كبير في الكرة، الجوانب الشخصية اللي احنا هنشتغل عليها فيها بإذن الله يطلع راجل مفيد لبيته الأول وبعد كده قريته او محافظته ولبلده بمشيئه الله تعالى. طيب حضرتك تاني يعني ضيف معانا يتكلم عن الربح، ان هو يعني هيكون يعني رمزي او لا نهدف للربح، دي تاني مره نسمع الجمله دي. طب يعني في ناس تقول لك طب ما هو الاستثمار الرياضي يعني ربح. ما هو في اكتر من ايه ربح؟ ان انا اطلع زي محمد صلاح 3-4، ما هو ده ربح. في اكتر من ايه ربح؟ ان الولد اللي يجي من عندي سن من 5 لـ15 سنه يطلع راجل متربي على اساس بدني ونفسي وعلمي وانضباطي وسلوكي سليم يفيد اسرته والقريته ومحافظته والبلده. في اكتر من كده ربح؟ دي لو اتحطت قدام الفلوس دي تساوي مليارات، ما تساويش ملايين. طيب انا كنت عايز اسالك سؤال، يعني في ناس بتسال ايه الفرق ما بين فروع انديه سيتي كلاب في المحافظات ومراكز الشباب؟ لا يعني الفروق يعني مع احترامي طبعا لمراكز الشباب ومع احترامي طبعا للشغل اللي موجود فيها ان شاء الله باذن الله برضه يعني يكون في معمول فيها شغل ان شاء الله باذن الله كويس، انما زي ما انا قلت لحضرتك النجوم اللي موجوده استعدادات نفسها التجهيزات الاهتمام
التواجد، البرامج العلميه اللي اللعيبه بتشتغل عليها. يعني انا افضل ان احنا انا اتكلم عن نفسي، انا ماليش دعوه بالاخرين سواء مراكز الشباب او انديه، يعني فوق دماغي من فوق، انما انا اتكلم عن نفسي، اتكلم عن الاكاديميه او الحاجات اللي احنا مسؤولين عنها وبنشتغل فيها، هي ديت ان شاء الله اللي نوعد الناس بمشيئه الله تعالى ان تبقى فيه، يعني بمشيئه الله تعالى نقله نوعيه باذن الله الفتره اللي جايه ان شاء الله. شكرا لك جدا يا كابتن تامر، ونورتنا في على شاشه قناه النادي الاهلي. اشكرك وبشكر كل الساده المشاهدين. ده كان لقائنا مع نجم منتخب مصر كابتن تامر عبد الحميد، وطبعا والمشرف على اكاديميه سيتي كلوب بمحافظه الشرقيه. شكرا لك جدا يا كابتن احمد، وعوده الى الاستوديو. شكرا نورهان، شكرا كابتن تامر. يمكن كابتن تامر اتكلم على فوائد او مكاسب مش مرتبطه قوي بفكره الربح المادي، ولكنها في النهايه برضو يعني انا متفق معاه بشكل كبير، مكاسب لا تقدر بثمن. الحقيقه الرياضه دايما اسلوب حياه، يعني مش بالضروره انك انت تكون او هدفك انك، اتمنى طبعا ان الناس كلها يبقى ده دافع عندها وهدف عندها انك تكون بطل رياضي او انك تكون محقق انجاز يفيدك ويفيد النادي اللي بتنتمي ليه ويفيد كمان بلدك، لكن الحقيقه كمان ده ما يمنعش انه مش بالضروره الوصول لمرحله البطوله عشان تبقى نجحت بشكل رياضي. كونك تكون مواطن يعني قبل ما متأسس تتكلم كويس، قبل ما حضرتك تتكلم عن الفلوس الكتير بقى اللي انت هتقول لي عليها بصراحه اللي انت هتقول عليها ايوه انا بتفق تماما مع كلام تامر عبد الحميد في مساله انه حتى لو ما طلعش بطل ايوه انت بتطلعه بني ادم، يعني بني ادم محترم ملتزم ينفع بلده، يعني معد بشكل جيد. وده يندرج تحت العنوان الرئيسي اللي انا رافعه واكيد الشركه رافعاه، يعني اللي هو رؤيه الدوله المصريه لتحسين حياه المواطن المصري. ده في حد ذاته والله جت فلوس اهلا وسهلا و100% طالما يعني لازم تيجي برضه يا جمال بيه، لا لا انا معاك يعني طالما الشغل طبعا، لا لا طالما الشغل معمول بالشكل الاحترافي اللي احنا شفناه، ما برضو خلي بالك في تجارب لشركة استادات أيوه. يعني مش لسه بنتكلم عن إنها جديدة، لا وهنا الـ يعني لما بيكون كيان وطني الـ الهدف من الربح منه هو تعظيم قدراتك عشان تقدر تتوسع أكتر في مجال شغلك عشان تستمر بشكل قوي مظبوط، وعشان ما تبقاش عبء على الدولة أيوة. لأنه وإيه المانع كمان أنك أنت تبقى واحد من الشرايين المهمة اللي تضخ في الاقتصاد الوطني؟ ده مش مفيش مانع، ده مهم جدا جدا بالظبط، لا ده مهم جدا. يعني أقول لك الأرقام بقى، أنت خدتني الأرقام، خش علينا بقى بالأرقام. مسابقة واحدة مسابقة، أنا ما بكلمكش على القطاع الرياضي كله، أنا بكلمك على مسابقة واحدة اسمها مسابقة البريمير ليج الدوري الممتاز في إنجلترا تمام. المسابقة دي هتقول لي أرقام تخض بقى المسابقة دي بس يا فندم مش قطاع رياضي كله ومش كل اللعبات ومش كل الرياضات ومش معاها بقى كأس الرابطة ومش معاها لا كأس لا الملك بريمير ليج بريمير ليج بس بتدخل في الاقتصاد الإنجليزي 7.6 مليار جنيه استرليني سنويا. القطاع الرياضي مساهمة النشاط الرياضي أو القطاع الرياضي في إجمالي الاقتصاد الأمريكي وما أدراك ما الاقتصاد الأمريكي طبعا. بتتكلم على صناعة سلاح، بتتكلم على برمجيات كمبيوتر، بتتكلم على يعني. صناعة سينما لكن رغم كل التايكونات الكبيرة جدا اللي بتضخ في أكبر اقتصاد في العالم، خليني أقول لك أنه الرياضة في أمريكا ساهمت في 2019 ب 220 مليار دولار. وخد بالك طبعا هم ما بيعتمدوش على يعني امريكان مختلفين، هم عايشين في حته لوحدهم كده، مش بس كره القدم كرة لكن عندهم كرة القدم الأمريكية. عندهم الامريكان فوتبول، عندهم الباسكت حاجه مهمه جدا، عندهم سباقات العربيات صح. عندهم يعني كره هوكي. القدم تبقى في المرتبه السته او السبعه يعني. عندهم الايس هوكي، عندهم صح. رياضات كتيره جدا والحقيقه متفوقين كمان رياضيا، يعني تيجي تشوف اولمبيكس مثلا تلاقي على طول الولايات المتحده في كل الالعاب، العاب قوه، سباحه، مش عارف ايه، عندهم قدره. فبتتكلم عن 220 مليار دولار في السنه صح. ما انا مش بقول انه دايما اي مشروع طالما بيتم، خلي بالك طالما بيتم تحت اشراف الدوله المصريه يبقى هيبقى متعدد الاغراض بمعنى او متعدد الاهداف. انت عايز تحقق هدف اللي هو تحسين حياه المواطن المصري على المستوى الرياضي، عشان تعمل ده لازم تضخ اموال
ويجي لك أرباح تعيد تدويرها مرة أخرى وصرفها على نفس النشاط. ما أنت ما تجيش تبني أندية، ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. الاستدامة، فكرة الاستدامة. فكرة الاستدامة دي مهمة جدا حتى تستمر الفوائد والعوائد ويستمر المشروع بنجاحه اللي احنا بنحلم بيه. ولينا في ده دروس مستفادة كتير برضه. كتير. يعني كان لسنين طويلة تعمل المشروع، كان مدرسة، كان مستشفى، كان طريق يبتدي عظيم جدا جدا، لكن مع الوقت بيترهل. صيانة. أيوه. لأنا هدي برضه حضرتك مثال، أنت النهاردة لما بتعمل أكاديميات منظمة بهذا الشكل، لا أنت يعني أنا لو ابني بيلعب أوديه وأنا مطمن. غير أنه في بعض الأكاديميات الخاصة اللي هي الغير خاضعة لا للدولة ولا للأندية. أيوه. وعشوائيات. تودي ابنك فين؟ هتوديه في الحاجات اللي هي فيها رقابة، فيها نظام. صحيح. وهكذا. طيب نروح، تسمح لنا نروح لهناك مرة تانية. وزميلتنا هنا أبو القاسم معها دلوقتي كابتن عادل مصطفى، طبعا نجم النادي الأهلي السابق. خلينا نروح لهم ونشوف رأي كابتن عادل ورؤيته كمان لشراكة من النوع الكبير، سواء بين شركة البريد من ناحية، شركة بريد مصر استثمار، أو شركة استادات القبض. برحب بيك يا احمد من جديد وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ولسه طبعا مستمرين معاكم في تغطيه خاصه على شاشه قناه النادي الاهلي لحفل توقيع بروتوكول الشراكه طبعا بين شركه استادات الوطنيه والبريد المصري. وزي ما قلت يا احمد، معي في هذه اللحظات نجم النادي الاهلي السابق طبعا كابتن عادل مصطفى. في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايز اعرف بقى ايه رايك في ايفنت النهارده وتوقيل هذه الشراكه. يعني انا برحب بيكي ومبسوط ان انا على قناه بيتي ودايما متالقين. طبعا مبسوط ان انا موجود في الايفنت دوت، ايفنت كبير وحاجه كبيره بين مؤسستين كبار في الدوله، استادات والبريد المصري، و شراكه كبيره بين المؤسستين ان شاء الله تهدف لتطوير الاستثمار الرياضي، وان شاء الله نشوف حاجه كبيره، لان المؤسستين مؤسستين كبار، مؤسسه في مؤسسه البريد ومؤسسه مؤسسه السادات اللي بتهدف بقى لها فتره طويله ان هي تطور الرياضه بشكل كبير جدا، وده باين في كل اكاديميات السادات وكل اكاديميات سيتي كلوب، وفي مجموعه كبيره جدا من الاولاد بداوا يتعلقوا بالسادات وسيتي كلوب. عايزين نعرف يا كابتن راي حضرتك، شايف ازاي الشراكه دي هتطور الرياضه في مصر؟ دايما المؤسسات اللي بتعمل شراكه مع بعض يكون عندهم مرجعيه كبيره جدا في الاستقرار، ومرجعيه كبيره جدا في ان هم عندهم قوه في كل واحد في مجاله، بتبقى مريحه جدا في التعامل، لان كل شركه او كل مؤسسه بتبقى عايزه تعمل احسن حاجه عندها، ودي في الاول وفي الاخر بتصب لينا احنا كرياضيين، او بتصب في الرياضه عامه ازاي تطور ده، بان احنا نستخدم كل واحد في مجاله، وان احنا نقدر نطور الاستثمار، وان احنا نقدر نخلق كوادر جديده، لان هو مهم جدا ان انت واحنا بنستثمر واحنا بنعمل كل حاجه بيبقى عندك كوادر جديده. انا شايف ان الاستثمار في الكوادر مهم جدا جدا، اذا كان كوادر كبار مدربين او اداريين او اولاد صغيرين، هم دول الكادر المستقبلي، يعني اذا كان المدربين في الاداره، المدربين والاداريين في شغلهم، والاولاد الصغيرين ان شاء الله اللي هيبقى ده لمصلحتهم ان شاء الله مستقبلا، بتمنى ان هم يفرزوا حاجه كبيره جدا، اسمين كبار السادات والبريد المصري، وبتمنى التوفيق وان شاء الله يقدموا حاجه كبيره جدا لمصر ان شاء الله. اخيرا طبعا يا كابتن، كون حضرتك احد المنتمين لمجال الرياضه، عايزين نعرف بقى شايف ازاي التطوير الحقيقه اللي بنشهده كلنا في الرياضه المصريه في الفتره الاخيره. النهارده استادات وسيتي كلوب، سيتي كلوب بقى عندها اكاديميه كره قدم واكاديميات في كل الالعاب، سباحه وجودو وكل الالعاب في حوالي 26 محافظه، وده موجود على ارض الواقع من سنه او من سنتين كان بدات فكره استادات وفكره سيتي كلوب. النهارده بقى في قاعده كبيره جدا للاستادات وسيتي كلوب في كل المحافظات، كل الاستادات تم تطويرها بشكل كبير جدا، ودي حاجه برده من الحاجات الملموسه واللي الناس شايفاها دلوقتي. تروح الاستادات اللي هي كان بقى لها فتره طويله جدا، مش هقول كانت مهمله، ولكن ما كانتش فيها الاهتمام الكافي، استادات اخذت الاستادات دي وبدات تطورها بشكل جيد جدا، بدا يبقى في منشات كتير جدا في كل المحافظات. لو حضرتك رحتي كل المحافظات هتلاقي في منشات كتير جدا او انشاءات جديده لشركه استادات، ودي حاجه من الحاجات اللي بتساعد على التطوير، ان يبقى عندك مؤسسات وعندك الادوات اللي تقدري تشتغلي بيها مستقبلا،
بقى في كم كبير جدا من الاولاد اللي بينتموا لسيتي كلوب في الاكاديميات وفي الانديه. كل محافظه بقى فيها نادي لسيتي كلوب، وده تحت مظله السادات. في اعداد كبيره جدا، بقى في فئه كبيره جدا من المجتمع دلوقتي بتنتمي للسادات. ممكن يكون في ناس مش ملامسه ده، بس شوف، روح شوف المحافظات هتلاقي الناس كتير جدا. في يعني فئه كبيره جدا من المجتمع بتنتمي للسادات وبتنتمي لسيتي كلوب. بشكر حضرتك جدا يا كابتن. انا بشكرك ودايما موفقين. يعني ده كان لقائي طبعا مع نجم النادي الاهلي السابق كابتن عادل مصطفى، ولسه مستمرين معاكم في لقاءاتنا. العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. شكرا هنا، شكرا جزيلا، وشكرا طبعا كابتن عادل مصطفى. والحقيقه انه يمكن كلامه كمان لفت نظري لنقطه في غايه الاهميه. يعني صحيح انت بتتكلم تطوير بنيه تحتيه، عن تاسيس وانشاء عدد كبير جدا من الانديه، لكن في نقطه مهمه جدا وهي الكوادر القادره على انها تحول البنيه التحتيه دي لمعامل تفريغ، لقدرات او تعظم من قدراتها على تقديم مواهب جديده للساحه الرياضيه. خلينا نسمع راي استاذ جمال الزهيري في ده، بس اسمحوا لنا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل تغطيتنا الخاصه. لكل حد بيبدا متابعتنا، اهلا وسهلا بحضراتكم، بننقل لكم على شاشه الاهلي تغطيه خاصه لحدث طبعا مهم جدا في مجال تطوير القطاع الرياضي بشكل عام، سواء كنت بتكلم على بنيه تحتيه او بتكلم على تاهيل كوادر او بتكلم على خدمه مباشره للاسره المصريه، وخدمه اهم الحقيقه كمان لمواهب مصر في مختلف الرياضات. شراكه بتجمع بين كيانين عملاقين، شركه استدادات القبضه وشركه البريد المصري للاستثمار. ومره ثانيه اسمحوا لي ارحب بضيفنا في التغطيه دي استاذ جمال الزهيري، طبعا الناقد الرياضي الكبير. اهلا بك يا استاذ جمال مره ثانيه. الله يخليك. يعني انا يمكن لفت نظري من كلام من اخر لقاء اجرته زميلتنا هنا ابو القاسم مع كابتن عادل مصطفى، كلامه احنا بنتكلم هنا عن توسع وعلى زياده قاعده المشاركه وعلى افرع تغطي كل انحاء الجمهوريه. بنتكلم هنا على ناحيه التنميه البشريه، بنتكلم هنا على فكره مش بس خلق فرص عمل، لكن فكره كمان ايجاد وتاهيل كوادر، فكره الاستثمار في العنصر البشري نفسه. ايوه، ما هو ده الكلام او ده صلب الموضوع، انه تنميه العنصر البشري لا يتعارض مع تعظيم الموارد على الاطلاق. يعني بعض الناس يقول لك ده مشروع هدفه الربح فقط او مشروع للخدمه العامه. ده المفهوم القديم. أيوة. المفهوم الجديد انه بيغطي الاتجاهين. يعني زي ما انت بتسعى لتنميه العنصر البشري، برضو حاطط في اعتبارك لاستمرار العمل بنفس القوه والنجاح تعظيم الموارد والمداخيل الماديه. لان هي دي اللي بتعمل لك، بتضمن لك استمرارية الإنفاق على المشروع بشكل جيد، صحيح، واستقرار الخدمة بشكل محترم. وهنا التأكيد برضو على فكرة سيتي كلوب، القصة مش قصة كورة. يعني صحيح هي الكورة هي اللعبة الشعبية أو اللعبة المفضلة أو اللعبة الجماهيرية الأكثر عندنا في مصر، لكن الحقيقة سيتي كلوب يتخطى بكتير فكرة رياضة كرة القدم. بالتأكيد هي ليها دور مهم وأساسي، لكن الحقيقة سيتي كلوب بيغطي كل اللعبات. وكمان الحقيقة يمكن اللي بيميز الفكرة وجود أسماء يعني محترفة، أسماء أصحاب إنجازات حقيقية. وإذا كنا بنتكلم مثلا على رياضة زي رياضة الجودو، فباسل غرباوي هيكون ضيفنا على شاشة الأهلي من خلال لقاء هتجريه معاه زميلتنا نورهان طمان. خلينا نشوف كابتن باسل الغرباوي هيقول إيه ونرجع لحضراتكم مرة تانية. بنجدد تحية مرة أخرى كابتن أحمد وبضيفك الكريم وبمشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، ونخرج بقى بره إطار الكورة شوية ونروح للألعاب الأخرى زي ما بنسميها. ومعانا بطل العالم في الجودو كابتن باسل الغرباوي، ونجم منتخب مصر، وأيضا المسؤول عن الأكاديميات المختلفة لأندية سيتي كلوب للجودو والألعاب القتالية. برحب بحضرتك معانا يا كابتن باسل. أهلا بيك يا نوران، أهلا بيك. احنا هنا طبعا يعني في حدث كبير، شركه استادات الوطنيه بتوقع شراكه مع البريد المصري، فروع سيتي كلوب المختلفه. انا هكون محدده معاك بقى، واحنا بنروح لالعاب قتاليه والعاب غير كره القدم، يمكن اهتمامات الناس اكيد بتبقى مختلفه. ازاي انت او حضرتك شايف انه نعرف الناس او نحبب الناس في الالعاب الاخرى، ما يبقاش كره قدم بس؟ بصي، هو الاول طبعا ده حدث كبير جدا جدا، ويمكن
الأول من نوعه طبعا أن يحصل شراكة بهذا الحجم من هيئة البريد المصرية مع شركة استادات، ده اوريدي زود القوة وزود القيمة وزود الإمكانيات بشكل كبير جدا جدا. احنا طبعا بادين اوريدي الرياضة بقالنا دلوقتي أكتر من سنة ونص في فروع سيتي كلاب، فكون ان يحصل شراكة زي ديت فده بيدي أمل وبيدي مستقبل كبير جدا للمتميزين ان هم يقدر يتعمل لهم إعداد ويقدر يتعمل لهم حاجة متميزة جدا. طليق انت دلوقتي خلاص يعني انت جبت القمم في الرياضة في كل الرياضات ان هم يقدروا يدوا النوهاو للعب، في بقى جزء فاينانشال وجزء مالي وجزء في سفريات ومعسكرات خارجية، فان احنا نعمل شراكة زي دي احنا عملين ما شاء الله بنكبر المنظومة بتكاد تكون مثالية انها تطلع ابطال عالم وابطال اولمبيين، هيحصل طفرة غير عادية في الرياضة مع سكاي دايفرز ومع القنوات الإعلامية اللي موجودة. فأنت خلاص لامم إعلام ولامم فاينانس ولامم أحسن رياضة وأحسن حاجة وأحسن منشآت، فأنت يبقى إحنا لو ما حققناش يبقى في حاجة غلط عندنا إحنا بقى أكيد. طيب حضرتك يعني طبعا نجم جودو وبنشوف طول الوقت انه اهتمام الناس بالالعاب الاخرى بيكون يعني حدثي شويه، يعني بنشوف مثلا الاولمبياد فالناس بتبدا تتفرج وبنبدا نفرح بابطالنا وكل حاجه وبعد كده نرجع تاني للكوره. ازاي حضرتك بما انك مسؤول طبعا عن اكاديميات الجودو والالعاب القتاليه، ازاي يعني حضرتك تخلي الناس او تحبب الاطفال في لعبه زي دي؟ بصي احنا الحمد لله على قد ما الكورة طبعا لعبة شعبية كبيرة، لكن الألعاب القتالية والجودو من الألعاب اللي اوريدي ليها شعبية برضو كبيرة جدا، اولا لان احنا العدد فيها الاشتراكات بيبقى عدد كويس جدا محترم، تاني حاجة احنا بنقدر ازاي ان احنا نعلم حاجات كتيرة جدا جدا من يعني تدريبات جماعية بتعمل شخصية للاعب، ازاي يحترم الخصم، ازاي يقدر ان هو يعرف ازاي يخسر وازاي يكسب، ازاي يتعامل مع مدربينه، في قيم كتيرة جدا خصوصا ان احنا لعبة يابانية وليها اصول في العادات والتقاليد، فالكلام ده بيعمل شخصية للاعب مختلفة جدا. يعني لعيب الجودو تقدري تعرفيه من اي حته، او لعيب اللي هم الالعاب اللي احنا بنتكلم عليها دي بيبقى ليها ليه شخصيه وليه كاريتيريا مختلفه وليه منتاليتي مختلفه، الموضوع ده فعلا بيبني شخصيه وهي دي اللي احنا بنشتغل عليه مع اولياء الامور ومع الاعضاء. كابتن باسل الغرباوي طبعا نجم منتخب مصر في الجودو، بشكر حضرتك جدا ونورتنا في قناه النادي الاهلي. والله ميرسي جدا جدا وشكرا للنادي الاهلي وبالتوفيق يا رب في كاس العالم، وان شاء الله مصر النهارده تفوز على الكاميرون باذن الله. شكرا. ده كان لقائنا زي ما حضرتكم كنتم معانا مع كابتن باسل الغرباوي احد نجوم طبعا وبطل العالم في الجودو، شكرا لكم جدا وعودة الى الاستوديو. بشكرك نورهان وبشكر طبعا باسل الغرباوي ايبون يعني زي ما بيقولوا بلغه الجودو، لكن الحقيقه يمكن كمان اتكلم كابتن باسل على ناحيه مهمه جدا، يعني انا بيتهيألي انه الرياضه في مصر ما تخصش بس الكيانات سواء كانت كيانات عامة مثلا زي وزارة الشباب والرياضة أو كانت أندية أو كانت حتى كيانات خاصة أو شركات معنية فكرة التطوير منظومة الرياضة في مصر، لكنها تخص كمان قطاعات تانية، يعني الصحة مثلا قطاع الصحة في مصر معني جدا ويهمه جدا فكرة أنه الرياضة تبقى منتشرة في كل مكان، الثقافة وده اللي اتكلم عليه باسل، فكرة أنه بنى الشخصية وده واحد برضو من الحاجات اللي الدولة المحاور للدوله مهتمه بيها، فكره اعاده بناء الشخصيه المصريه بشكل كبير، واعتقد ان الرياضه واحده من الحاجات الفعاله جدا والمؤثره في ده جدا بالزبط. بشكل كبير استاذ جمال بالظبط، ما احنا يعني اشرنا برضو لانه بناء الانسان مهم جدا جدا ليس اقل خالص من بناء المنشات، وهنا الدور اللي بتقوم بيه فعلا شركه السادات هي لما بتطور البنى التحتيه في الانديه أو في المؤسسات الموجودة هي بترتقي بمستويات الأعضاء اللي بينضموا إليها والولاد الصغيرين اللي بيمارسوا الرياضة، وبعدين هنا مش منطبقة على كرة القدم فقط، فده يدلك تماما يا أستاذ أحمد على إن الموضوع ليس موضوع كرة قدم
كلعبه جماهيريه، بدليل وجود الالعاب الاخرى زي الالعاب الدفاع عن النفس اليابانيه زي ما شفنا مع كابتن باسل الغرباوي. ازاي ممكن تكون التجربه دي ملهمه او واحده يعني احنا بنروح مثلا او لو بصيت حضرتك في السنوات الاخيره هتجد انه كتير من صناديق الاستثمار واخرها مثلا صندوق الاستثمار السعودي اللي ضخ تمويل او قرر انه يستثمر في نادي زي نيوكاسل مثلا وقبل منه مثلا الامارات ليها تجربه في نادي زي السيتي، قطر ليها تجربه في نادي زي بي اس جي. ازاي ممكن تخلق سوق يكون جاذب للاستثمارات كمان خارجيه عشان تستثمر في قطاع رياضي؟ هي ممكن تبقى هي الخطوه القادمه. يعني انت اولا بس انت محتاج التجربه زي دي تبقى ناجحه طبعا، او يبقى في تجربه ملهمه. بس اساسا التجارب اللي انت بتقوم بيها على المستوى المحلي هي نقطه الانطلاق بتاعتك. يعني لابد اولا، واعتقد ان ده هيبقى في فكر القائمين على الشركه انه ازاي اخرج بره اعمل ده في دول كبرى. طالما عندك التوجه يا استاذ احمد ده مهم قوي. يعني طالما انت بقى عندك المفهوم بتاع الاستثمار الرياضي وتطوير البنيه التحتيه خلاص بقى عندك المفهوم. انا بشوف مصر كدوله عندها كل عوامل الجذب. يعني انت دوله تعتبر كسوق، لو جينا نبص اي مستثمر بيجي يبص على 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 استثمار انه يضخ استثمارات في دوله بيبص على السوق. انت عندك سوق كبير جدا جدا، التاريخ، انت اكبر تاريخ رياضي على مستوى المنطقه العربيه وعلى مستوى القاره الافريقيه. اكيد الانديه والبنيه التحتيه ما اعتقدش، يعني واحنا شفنا مثلا الكاميرون، شفنا استضافه لبطوله امم افريقيا يعني مع كامل التقدير والاحترام للاشقاء في افريقيا يعني، لكن مصر على مستوى البنيه التحتيه من ناحيه الملاعب والصالات والتجهيزات والانديه هي تعتبر واحده من اكثر الدول اللي بتتمتع ببنيه تحتيه. تخيل ازاي ممكن تشجع فكره انه كمان ما يبقاش استثمار لراس المال الوطني بس، لكن كمان يكون في ونجاح راس مال اجنبي. انت جبت مثال مهم قوي، المقارنه بيننا وبين الكاميرون. كل الاحترام طبعا للكاميرون والدول الافريقيه الصديقه، كل حسب امكانياته. لكن احنا بنتكلم على اخر تجربه لينا في استضافه كاس الامم الافريقيه مثلا والملاعب القائمه. انت ازاي كدوله قدرت تنجز هذا خلال فتره بحيث ما يبقاش فيه ديفو واحد، يعني ما حدش اشتكى من حاجه. ده في حد ذاته انجاز كبير جدا طبعا. ده يدل بقى على المنهجيه في التفكير وفي الشغل اللي انت شغال بيها، وهو ده الهدف الاساسي. يعني انت النهارده لما تفكر كمان بقى بعد اكتمال المدينه الرياضيه في العاصمه الاداريه الجديده، لا انت عندك قدره على انك تتقدم لاستضافه بطولات انت نظمت كاس عالم هاندبول العالم كله في ظل ظرف كورونا. بالعكس، انت شجعت العالم على اختراق قيود كورونا. صحيح، بنجاحك في تنظيم بطولة كأس العالم في وقت كان 32 دولة، 32 منتخب لأول مرة كتجربة جديدة، وحتى كأس الأمم الأفريقية 24 دولة لأول مرة. فده بيدي على طول، بيسمع على مستوى العالم. يعني بطولة كأس العالم لليد كانت ملهمة للقائمين على تنظيم دورة الألعاب الأولمبية طوكيو. أيوة، وأول تطبيق لفكرة الفقاعات الطبية اللي طبقوها بعد كده في الأولمبيكس. فده كله يدل كمان على أن مصر بأفكارها، مصر بالأفكار بتاعتها، بشركاتها الوطنية اللي برضو لازم أقول استادات، لازم أقول تذكرتي، بعض الشركات العاملة في هذا المجال اللي هي بتنفذ استراتيجية الدولة المصرية. هذا يعني ليس خافيا على أحد، يعني ومحناش بنجامل نفسنا لما بنقول، لأن أنت بتدي مثالين كلنا شفناهم. يعني كل مواطن مصري شاف كويس قوي وعايش وعاصر كأس الأمم الأفريقية 2019. وحتى لما أنت خرجت من البطولة كنت متحضر لدرجة ان انت خلاص
انت بره لكن البطوله عندك لازم تظل بنفس النجاح. فده شيء برضو. شوف دي كلها يا استاذ احمد رسائل الى العالم الخارجي ان مصر دوله رائده وتطوير العمل زي ما انت اشرت. انت قلت في وزاره الشباب في اللجنه الاولمبيه الاتحادات الثلاثه مستفيدين الثلاث جهات دول مستفيدين من اي طفره انت تعملها على مستوى الانشاءات لانه انت بتوفر له البيئه الصالحه للعمل. أيوة. وده شيء رائع يعني. وهنا الحقيقه يمكن انا هاخد كمان من كلام حضرتك يعني بشوف انه واحد من النماذج الناجحه جدا واللي اتمنى ان اشوفه بيتكرر النتائج ما كانتش بس مردودها على اسم النادي الاهلي بكلم تحديدا على الشراكه بين السادات والاهلي لكن كمان كان مردودها على كل المستويات سواء كنت بتكلم على تطوير بنيه تحتيه زي ما حضرتك قلت شفنا ده في الاهلي بيه السلام الناحيه الاعلاميه شفنا شاشه النادي الاهلي بعتقد انه الجمهور كله شايف قد ايه بس انا اقطع كلامك قبل ما تكمل هي رساله جامده جدا لما تبقى الشراكه بين استادات كشركه وطنيه محترمه وبين النادي الاهلي زعيم الانديه الافريقيه والعربيه والشرق الاوسط ويبقى فيه هذه التجربة الناجحة لا مغرية يعني انت فاهم قصدي يعني نجاح هذه التجربة مع او بين الاهلي واستادات تغري الاندية كلها تتمنى انها تعمل ده صح ولا غلط وده ما هو انا كنت بسأل يعني وممكن ده يبقى مرتبط شوية بالدور الاعلامي يعني وبنتكلم في النهاية على السادات كرأس مال وطني وشريك طبعا مصري يعني ليه صاحب تاريخ طويل وعريق جدا هو شركة البريد المصري ازاي ممكن ده يكون رسالة كمان لتشجيع القطاع الخاص المصري رأس مال الوطني انه يضخ في القطاع الرياضي رسالة واضحة جدا القطاع الخاص المصري انا بقول ان هو يجب ان يستثمر هذا الفكر يعني فاهم قصدي يستفيد منه النهاردة انت لما تلاقي تجربة ناجحة بهذا الشكل على مستوى 15 16 فرع لسيتي كلاب على مستوى الجمهوريه وقد يزيده يعني اكيد هيزيده اكيد هيزيده فلا انت عملت حاله مغريه جدا للقطاع الخاص ويجب على القطاع الخاص الوطني الواعي ان هو يعني يستفيد من هذه التجربه طبعا يعني او مش يستفيد يتضامن مع التجربه ويلتحم بيها عشان يبقى النجاح ده برضه له اساس وهو يستفيد القطاع الخاص ده هيستفيد هو بالتاكيد المحرك الاساسي ليه انه يستفيد وخاصة ممكن تبقى الاستفاده ماديه وفي المقام الاول الحقيقه ان احنا لو بصينا لاي مشروع رياضي يعني حتى على مستوى نادي واحد بالتاكيد في استفاده من الخدمات المقدمه من الاعلانات والدعايه من العضويات من المواهب اللي ممكن انت النهارده عشان تعمل نادي دي قصه زمان كده يعني يقول لك ده رئيس نادي في الاقاليم نادي يعني على قده لا النهارده عشان انت تعمل نادي جديد تنشئ نادي جديد طيب ما شيء جميل قوي ان بقى عندك شركه بتطور هذا العمل يعني عارف اللي هو ايه مش انا عايز اقولها اعادته للحياه سيرفايفنج يعني. ومش بس اعاده يعني للحياه يعني هي بتعيده للحياه انت بتتكلم على دوله بتتبني فوق الدوله يعني انت الدوله النهارده لما تبقى باصه قدام لغايه 2050 وشايفه انه مصر محتاجه 14 مدينه جديده عاصمه جديده عالمين جديده منصوره جديده خد في كل حته في الجمهوريه طيب بتتكلم على 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 دوله جديده يعني احنا عشنا 7000 سنه عملنا 26 محافظه بتيجي في 10 او 15 سنه بتعمل 14 مدينه جديده عشان باصص او عينك على المستقبل هو ده وبعدين الدوله وهي بتعمل ده مش بتحلم وخلاص لا بتحلم وبتفكر وبتوجد الوسائل اللي تحقق ده يعني زي ما انت شايف كده الشركه دي شركه استادات هي تابعه للدوله فبالتالي هي شركه وطنيه تذكرتي شركه وطنيه فاي اعمال هتقوم بيها هتبقى في مجال مفيد جدا للمجتمع ككل ومغري بقول لك لكل القطاع الخاص ان هو يدخل معاك
صحيح. لو كلمت مع حضرتك على رؤية مستقبلية، ايه اهم يمكن هيتم في اثناء الحفل؟ طبعا الاعلان عن الاهداف اللي ممكن يكون طبعا اهداف عامة او اهداف ليها الاولوية بالنسبة للشراكة من وضع، لكن ايه اللي يحلم بيه استاذ جمال زهيري كفكرة او كهدف تحلم تشوفه نتيجة شراكة بين اسمين كبار زي السادات والبريد؟ جودة المنتج، العمل نفسه، تطويره. طيب يعني هروح مع حضرتك ومع كل اللي بيتابعونا في التغطية الخاصة لبداية الحدث نفسه والسلام الوطني، نروح ونرجع لحضرتك. Fasten your seatbelt. السيدات والسادة الحضور الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بحضراتكم جميعا معنا. يسعدني ويشرفني أن أكون مع حضراتكم اليوم في احتفالية الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين شركة السادات الوطنية وشركة البريد للاستثمار الذراع الاستثماري للبريد المصري. رؤية وأهداف الدولة المصرية واضحة وصريحة وجلية، رؤية تتمركز حول بناء الإنسان والارتقاء بحياة المواطن المصري في كافة وشتى المجالات، وذلك لتحقيق رؤية مصر 2030. ومن هذا المنطلق كانت الرؤية المستقبلية والشاملة لشركة السادات الوطنية نحو تطوير الاستثمار في المجال الرياضي والنهوض بالفكر والوعي بأهمية الرياضة، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية الرياضية وتوفير سلسلة أندية سيتي كلوب بمحافظات الجمهورية، مع تقديم أفضل الخدمات لأعضائها كنادي اجتماعي ترفيهي رياضي، بما يساعد على زيادة الوعي والإقبال الرياضي، وكذلك اكتشاف ودعم المواهب الرياضية، بالإضافة إلى تطوير وتشجيع وكذلك تحفيز الاستثمار في مجال الرياضة، وذلك بالشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة وشركاء المستقبل. أترك حضراتكم الآن مع فيلم قصير عن شركة السادات الوطنية. مين يقدر يدي الجناح؟ سؤال جوابه بيتولد مع أول حلم تاه وراح، ويبص في أسهل الوصول تلقى الوصول ما فيهوش سحاب، دول خطوتين في طريق متاح، هتشوف وعود وكأن الحلم ده امتلاك من غير متاح، رجلك هنا وحلمك هناك، وخطوط أمل شحنك حماس بتدور على حلمك في ناس، والحلم ده جايلك بالمقاس لو بس قدرت يكون متاح. بكرة
جربت ده اول ما جيت هتفوت عليه هتفوت في حيط دلوقتي لو هتقول يا ريت هتقول يا ريت يفضل متاح والفرصه مش حظ وخيال ولا شرط يبقى الكون براح الفرصه نقلت حل حال الفرصه شيء مش شيء متاح شركة السادات الوطنية بدأت دلوقتي تغير شكل بكرة من خلال مشاريعها الرياضية والإعلامية في كل مصر أندية سيتي كلاب 16 نادي في 16 مدينة مختلفة تم تشغيل 6 أندية منهم و17 ألف عضو شركة سكاي دايف فيروز أول شركة لرياضات القفز الهوائي في مصر وشركة بريزنتيشن لايف القائمة على تطوير وتشغيل قناة النادي الأهلي أفضل قناة رياضية متخصصة من مهرجان الفضائيات العربية والاتحاد بين البريد المصري واستادات الوطنية اللي هيغيروا محور صناعة الرياضة والإعلام الرياضي وفقاً لرؤية 2030 بكرة ابتدى شركة استادات الوطنية بتفكر لبكرة وبتغير شكل الواقع الرياضي الآن مع كلمة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة استادات الوطنية المهندس سيف الوزيري فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم السادة الحضور الكرام أهلا بكم في شهور قليلة هي عمر شركة استادات الوطنية استطاعت أن تكون علامة بارزة في العمل التنموي والوطني بشكل عام وبالأخص في المجال الرياضي وبالعمل تحت مظلة استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030 نحو الجمهورية الجديدة فيطيب لي في البداية وبهذه المناسبة التأكيد على أن شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي وإدارة المنشآت الرياضية هي إحدى شركات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهي تخطو اليوم خطوة مهمة وكبرى بتطلعها الشامل من أجل التنمية وتحويل الرياضة المصرية إلى صناعة وطنية من خلال عقد شراكة مع مؤسسة وطنية عملاقة شركة البريد للاستثمار الذراع الاستثماري للبريد المصري واجهت شركة استادات الوطنية تحديات كثيرة وكبيرة من أجل هدفها أبرزها كان تطوير البنية التحتية الرياضية في مصر من أندية واستادات أهلية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة وآخر مع هيئة المجتمعات العمرانية للوصول للاستفادة القصوى من أصول الدولة الرياضية ورفع كفاءتها وخلق قيمة رياضية جاذبة بنشر الوعي الرياضي وأهميته في بناء الإنسان فكانت فكرة إنشاء أندية سيتي كلوب كنادي اجتماعي رياضي راقي في أكثر من 15 مدينة مصرية ينافس في مستواه وخدماته أكبر أندية العاصمة وتمت الاستعانة بخبراء من كل المجالات لضمان تحقيق أهدافنا من هذا المشروع فأسس سيتي كلوب أكاديميات رياضية بإشراف نماذج مصرية مشرفة من أبطال العالم وأولمبيين في 9 رياضات مختلفة عقدنا اتفاقيات مع وزارات وهيئات وطنية وكذلك شركات تم اختيارها بعناية لتقديم خدمات سيتي كلوب بالشكل الأمثل على سبيل المثال وليس الحصر صالات الألعاب الرياضية والألعاب الإلكترونية والمسارح ومركز المرأة التي نوليها في شركتنا اهتمام خاص يتناسب مع أهمية دور المرأة في المجتمع ممارسة الرياضة حق الكل مصري وما كانش ينفع نشوف المصريين بينهم وبين حقهم ده ألف سد عشان كده شركة استادات الوطنية اتحركت لإنشاء أندية سيتي كلوب وفي مارس 2020 بدأت مهمة تمهيد الطريق لجيل بكرة
بتوقيع اتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الشباب والرياضة، استلمت شركة استادات الوطنية 16 استاد محلي في 16 مدينة مختلفة في مصر من جنوبها لشمالها، عشان تبدأ قصة سيتي كلوب، قصة كل رياضي موهوب خارج العاصمة في مصر. طورنا في أقل من سنتين أندية ومنشآت رياضية على مساحة 219 ألف متر مربع، فيهم 75 ملعب لرياضات مختلفة وصالات مغطاة وجام ومطاعم ومناطق للأطفال، وأنشأنا أكاديميات في 13 رياضة جماعية وفردية: كرة القدم، السلة، الطايرة، اليد، السباحة، الجمباز، الاسكواش، التنس الأرضي، الكاراتيه، الجودو وألعاب القوة، وفيها وصلنا لاحتضان 5696 مشترك. وتأسست الأكاديميات على إيد 31 من نجوم الرياضة الحاصلين على بطولات عالمية وأولمبية زي هاني رمزي وعبد الواحد السيد، وكمان زي ضياء السيد وعصام الحضري اللي تعاقد معاهم المنتخب الوطني، وزي مهند مجدي وفريال عبد العزيز في الكاراتيه، باسل الغرباوي وهشام مصباح في الجودو، احمد الاحمر واحمد صلاح وحسن يسري وطارق خيري، ونجوم كتير جدا من منصات التتويج لاكاديمياتنا عشان ينقلوا خبراتهم لمواهب سيتي كلوب. غير 450 مدرب محترف من افضل المدربين في مصر في كل الالعاب موجودين في التدريبات يوميا. ولأننا بنفكر في بكرة ومؤمنين بالتطوير والشمول المالي، وقعنا بروتوكولات مع شركة بيل المدفوعات الإلكترونية وإي فاينانس وشركات كتير غيرهم عشان تكون كل تعاملات الأعضاء في النادي ذكية، وبروتوكول مع شركة جرين لبيع منتجات ستاربكس في كل فروع سيتي كلوب، ونظمنا حفلات مجانية في الفروع عشان يكون نادي رياضي اجتماعي ترفيهي متكامل، وقدرنا نوصل النهاردة ل 17,000 عضوية عائلية في أندية سيتي كلوب، بنخدم بيهم 60,000 عضو بيعيشوا في 6 أندية تم افتتاحهم أوقات ما كانوش بيعيشوها قبل ما ندخل المدن دي، بيتجمعوا ويمارسوا رياضتهم في أمان وبأعلى وأفضل المعايير العالمية وتحت إشراف مدربين محترفين وبأسعار مناسبة جداً ليهم. المشوار لسه طويل، بس الهدف يستاهل كل نقطة عرق وكل دقيقة سهر بنبذلها عشان نحققه، إن كل مصري في كل مدينة وفي أي سن يقدر يمارس الرياضة. ده مش حلمنا، ده واجبنا ناحية جيل بكرة. أندية سيتي كلوب من شركة استادات الوطنية لجيل بكرة. خطت استادات الوطنية خطوة هامة نحو الجماهير الرياضية والمشجع المصري، فجاءت الوحدة الاقتصادية للنادي الأهلي نتج من خلالها الاستاد الخاص بالنادي الأهلي ونادي الأهلي بالأقصر، أول نادي جماهيري كبير في منطقة الصعيد. وعملنا على تطوير قناة الأهلي بالتعاقد مع مجموعة من أفضل نجوم التحليل والتقديم الرياضي واستضافة أهم الشخصيات الرياضية العامة، ما أهلها للفوز بجائزة أفضل قناة رياضية من مهرجان الفضائيات العربية بعد عام واحد من التطوير تحت إدارة شركة Presentation Life. ولما كان التعليم مضماراً لا يمكن غض البصر عنه، فقد قمنا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في تطوير قناة مدرستنا لتقديم برامج التعليمية لطلاب مصر التي حازت على قبول جيد من المواطنين. أحيانا بتسأل ليه نتفرج على قناة الأهلي؟ مفيش نجاح بالصدفة. من البداية قناة الأهلي عارفة هدفها، قلوب وعقول الجماهير، إعلام واقعي وطفرة في الإعلام الرياضي. في قناة الأهلي أفضل التقنيات العالمية، سهرات يومية وإسبوعية مع ألمع نجوم الرياضة والفن. هات قناة الأهلي هتشوفني. أقوى مباريات الألعاب الجماعية، الدوريات الأوروبية، التغطيات الحصرية، أكثر القنوات مشاهدة على اليوتيوب، وعدد مراسلين في جميع أنحاء العالم.
من العاصمة النمساوية، من باريس، واشنطن، من لندن. جوائز محلية وعربية، تغطية أقوى الأحداث والمؤتمرات، فريق عمل متكامل في البث الفضائي والإنتاج الفني. ومش بس كده، بنعرض لحضراتكم كل ما يخص بعثة النادي الأهلي دائما. برنامج الأهلي في المونديال مختلف، نفس الكلام اللي اتقاله أو اتاخد من تصريحات الكابتن محمود الخطيب، هي من الواضح إنها سياسة عامة والكل بيمشي عليها. إحنا قناة الأهلي، كلام له تاريخ، إحنا صوت الرسمي لأعظم نادي في الكون، إحنا صوت أعظم نادي في الكون. إطلاق قناة مدرستنا الثانوية العامة. يسعدني شخصيا ويسعد وزارة التربية والتعليم كلها ان احنا نقدم لحضراتكم للسادة اولياء الامور والسادة الطلاب محطة تانية من مجموعة مدرستنا اللي اطلقتها الوزارة هذا العام كمصدر اساسي من مصادر التعلم اللي متاحة لاولادنا في مصر كلها. انتاج المواد التعليمية بتقنية الواقع الافتراضي، شرح جميع المواد الدراسية للطلاب الثانوية العامة، والجات 90 ناقص 6 هي الصاد 3 على 5. هنبدأ بأول مهارة تهمني اللي هو الإشبريشن، التحدث. انطلاقة جديدة للسياحة الرياضية في مصر. إن قصة الشراكة بين شركة استادات الوطنية وشركة البريد للاستثمار لرفع رأس مال شركة استادات الذي وصل إلى 1 مليار جنيه بدأ الإعداد لها منذ 10 شهور تقريبا بإجراء عملية تقييم شاملة لأصول شركة استادات الوطنية من خلال شركات متخصصة في التقييم باحترافية كبيرة، هما شركة فارز التابعة للبنك الأهلي وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز بي دبليو سي، ونتج من ذلك تقييم لشركة استادات وصل إلى 5 مليارات جنيه. في اتفاقية الشراكة بين شركة استادات وشركة البريد للاستثمار هي نقلة نوعية فارقة في سوق الاستثمار الرياضي، وذلك في سياق استراتيجية الدولة للتنمية 2030 ومشروع القرن حياة كريمة وأهداف التنمية المستدامة
التي جرى التوافق عليها من خلال الاهتمام بالشباب ورفع الوعي الرياضي وتوسيع رقعة الممارسة الرياضية في كل الألعاب سواء في أندية سيتي كلوب أو أندية أخرى. فاليوم نعلن عن تأسيس شركة سيتي لإدارة الأندية والمنشآت الرياضية المملوكة لشركة استادات، وأيضاً لإدارة المشاريع والمنشآت الرياضية التابعة للشركات الأخرى في المدن والمحافظات على امتداد مصرنا الحبيبة. كانت تحديات كبيرة وأهداف كثيرة في الرياضة نحملها في قلوبنا وعقولنا، أهداف تسير بنا نحو مصر 2030. ولما كانت هذه هي عقيدتنا وجدنا من يشاركنا في شغفنا لعقد شراكة تضمن تحقيق هذه الأهداف التي تتلخص في تذليل العقبات أمام كل مصري حالم بتحقيق ذاته رياضياً، خلق فرص رياضية جاذبة للاستثمار، استضافة مزيد من الأحداث الرياضية الدولية والعالمية، أن يكون لكل موهوب فرصة، والعمل على اكتشاف المواهب الرياضية في كل المحافظات المصرية من خلال أندية سيتي كلوب، أن نساهم جميعاً في تحقيق رؤية مصر 2030 من منظور تطوير صناعة الرياضة المصرية والاستثمار الرياضي. وفي النهاية إنني أشكر جميع أجهزة الدولة على دعمها اللامحدود، أشكر جميع شركاء شركة استادات، كما أشكر الحضور الكرام وأوجه شكري الخاص إلى جميع موظفي شركة استادات، وشكرا. شكراً للمهندس سيف الوزيري على هذه الكلمة. السيدات والسادة الحضور الكرام، البريد المصري تأسس في عام 1865، وهو واحد من أقدم مؤسسات الدولة وأعرقها. هو هيئة اقتصادية اجتماعية تسهم بشكل مباشر في تحقيق خطط الدولة الرامية نحو تحقيق التنمية المستدامة. وحيث أننا نفخر دائماً بتاريخنا وحضارتنا، وأننا أحفاد قدماء المصريين، يقدر بالذكر أن تاريخ أول وثيقة جاءت الذكر في البريد عنها يرجع إلى عهد الأسرة الثانية عشر حوالي سنة 2000 قبل الميلاد، وكانت وصية من أب لابنه تكشف أهمية صناعة الكتابة والمستقبل الذي ينتظر الكاتب المصري. ومنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا يلعب البريد دوراً حيوياً في حياتنا اليومية، وتم تطوير وتحديث خدمات البريد بشكل كامل وكبير جداً، وبدأ مرحلة من التحول الرقمي، مما يساهم بدور أكثر فاعلية في تنمية الاقتصاد ودعم المجتمع ليتواكب مع الجمهورية الجديدة. كلمة الأستاذ أحمد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة الحضور. إننا إذ نقف اليوم محتفلين بإبرام شراكة فريدة من نوعها بين كيانين مهمين كل في مجاله، نشهد تجديد مرحلة جديدة من العمل النوعي تستند إلى كفاءة الإدارة وعمق الرؤية والسعي إلى تطوير الرياضة والاقتصاد، انطلاقا من أنهم قاطرتان للتنمية والتحديث، كل منهما يشكل موردا مهما للنمو والقوة الناعمة. إن الخطوة الشراكة بين شركة البريد للاستثمار وشركة استادات الوطنية لإدارة المنشآت والمناسبات الرياضية التي انطلقت أكتوبر الماضي باتفاق استحواذ على حصة بالشركة تمثل انطلاقا مهما للعمل المشترك وتضافر جهود المؤسسات الوطنية من أجل تطوير النشاط الرياضي وتعظيم عوائده والدفع في اتجاه تحديث تلك الصناعة الضخمة بما يحقق أهداف في التنمية والترفيه واكتشاف المواهب على أكمل صورة ممكنة. تلك شراكة الطموح تأتي في إطار خطة متكاملة لشركة البريد للاستثمار للتوسع استثماريا في قطاعات وأنشطة جديدة ودخول سوق الرياضة والترفيه ومراكز اللياقة البدنية،
اعتبرها سوقا واعدا للعمل وبوابة مهمة للتنمية ومكونا أصيلا ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030. استسمع بتطوير آليات حديثة للعمل وتحسين معيشة المواطنين نوعيا واكتشاف ورعاية المواهب وتحقيق غاية الدولة الوطنية في الوصول إلى مجتمع صحيح ومعافى. ذلك يصب في اتجاه تطلعاتنا نحو زيادة العمل والإنتاج وتحفيز النمو ودفع السوق والناتج المحلي إلى الأمام. نسعى من خلال الشراكة النوعية إلى الاستفادة من قدرات سوق الرياضة والترفيه وتنميتها وزيادة أسهمها في الاقتصاد الكلي عبر تطوير أدوات العمل في المجال والاستعانة بآليات الدفع الإلكتروني والاستعانة ببرامج التحول الرقمي وتوسيع خريطة انتشار الرياضة وأنشطتها في المحافظات والمدن المختلفة من خلال زيادة عدد أندية سيتي كلاب وفروعها. لدينا حاليا 15 ناديا وإن شاء الله في إطار الزيادة عن قريب. إن تلك الخطوة تنطلق من رؤية اقتصادية ووطنية عمادها السعي إلى تطوير صناعة الرياضة ورفع مستويات العناية بالصحة وجودة الحياة وبنشر الأندية وممارسة الرياضة وإتاحتها لكل الفئات على مستوى واحد من الجدارة بما يلبي تطلعات المستهلكين ويدعمهم نفسيا وينزود منسوب الانتماء. وإلى ذلك نتطلع في شراكتنا إلى الاستفادة من حالة الاهتمام النامية بالرياضة والسعي إلى اكتشاف مهارات أبناء الأسر وتنميتها والدفع باتجاه تكوين قاعدة عريضة من الرياضيين أصحاب الكفاءة. ستعمل شركة البريد للاستثمار على تشديد وإدارة مراكز خدمة متطورة في كل فروع أندية سيتي كلاب إلى جانب تطوير وتحديث آليات العمل والإدارة بغرض التحول بتلك الصروح من منشآت رياضية تقليدية إلى مجتمعات تنموية ومؤسسات خدمية متكاملة مع إضافة خدمات تعليمية صحية وثقافية وترفيهية مع العمل على تعظيم الأصول العقارية والقيمة الاستثمارية وتطوير العلامة التجارية والدفع باتجاه تحديث خدمات الإعلام والاستفادة من القنوات الرقمية. إننا إذا نحتفل بإطلاق شراكة بين شركة البريد الاستثمار وشركة السداد رسميا نشن مرحلة جديدة من الاستثمار في القطاع الرياضي. نستعين بالقدرات اللوجستية والبشرية المتاحة لدى المؤسسات الوطنية تعمل في اتجاه تطوير القطاع ورفع كفاءته ووضعه في القلب المنظومة الانتاج والنمو. ونثق ان تلك الخطوة ستكون بداية تتبعها خطوات وحافزا يقود اخرين من المستثمرين والعاملين بالسوق الى تكرار التجربة والاهتمام بالرياضة والترفيه على وجه يسمح بنفاذ الخدمة للمواطنين بأفضل صورها. دمتم جميعا وطابت مساعي المخلصين من أبناء هذا الوطن وشكرا لكم على الحضور ومباركة هذه الشراكة الاستثنائية بين كيانين وطنيين عملاقيين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ أحمد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار. أدعو حضرتك للبقاء معنا على خشبة المسرح. والآن يسعدني أن أدعو المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السادات الوطنية للصعود إلى خشبة المسرح. كذلك أدعو الأستاذ حسن عبد الله رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للمتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري للصعود إلى خشبة المسرح لتبدأ مراسم توقيع هذه الشراكة. فلتتفضل.
مبروك توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية بين شركة السادات الوطنية وشركة البريد للاستثمار الذراع الاستثماري للبريد المصري. الآن تبدأ فعاليات المؤتمر الصحفي ويبدأ السادة الحضور بإلقاء الأسئلة. نرجو من سيادتكم في البداية التعريف بالاسم والجهة، فلتتفضل. هل هناك من أسئلة من السادة الصحفيين الإعلاميين من السادة الحضور؟ أذكر حضراتكم مرة أخرى بالتعريف بالاسم والجهة، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. حاتم رضا، صحفي من جريدة الموقع اليوم السابع. تحياتي للجميع وألف مبروك على هذه الخطوة الكبيرة. تحياتنا لكل الحضور الكريم. كان عندي سؤال موجه للمهندس سيف الوزيري. تردد يا باشمهندس انه شركه السادات الوطنيه لديها خطه لاقتحام السوق الافريقي تمهيدا للتواجد على الساحه الاقليميه والدوليه لاقامه واداره منشات رياضيه. ممكن حضرتك تحدثنا عن هذه الخطه الطموحه وتدينا تفاصيل اكثر؟ شكرا لحضرتك. شكرا. طبعا من ضمن خطط شركة السادات الوطنية هي مش بس فقط التنمية داخل جمهورية مصر العربية، ولكن احنا طموحنا اكبر زي ما قلنا يمكن في البرزنتيشن من شوية. احنا طموحنا ان احنا ان شاء الله نكون لينا دور مهم جدا كمان في تطوير البنية التحتية الرياضية في افريقيا، وده بالفعل كان تم عمل دراسة واستراتيجية، وإن شاء الله بإذن الله في القريب حيتم الإعلان عن بعض المشاريع الخاصة بالمنشآت الرياضية في أفريقيا. هل من أسئلة أخرى؟ صباح الخير. طبعا تحية لكل الحضور. محمد عراقي، صحفي جريدة اليوم السابع. طبعا برضو سؤالي للأستاذ سيف الوزيري، هل دلوقتي خلاص دايما بعد النجاحات الكبيرة لإعلام مصريين والنجاحات الكبيرة في الكرة المصرية دلوقتي في دايما تطلعات عند الجماهير المصرية ان احنا ممكن في يوم من الايام ننظم كأس العالم؟ هل فعلا الشركة عندها خطة طموحة ان احنا نطور البنية التحتية بتاعتنا ان احنا في يوم من الايام نقدر فعلا مصر تستضيف كأس العالم بشكل كامل؟ شكرا. طيب اشكرك للسؤال. هو بالفعل مصر تقدر، يعني مصر تستطيع ان هي تستضيف اي فعاليه رياضيه ايا كان حجمها قد ايه، وده يمكن اللي شفناه في السنوات اللي جايه واللي احنا شايفينه اللي بيحصل النهارده في تطوير الدوله من جميع الجهات. طبعا عندنا خطه ان احنا نستضيف فعاليات دوليه بحجم كاس العالم وشغالين بالفعل، ولكن هو طبعا ده مجهود دولة بالكامل، مش مجهود شركة واحدة، ولكن النية موجودة والخطة موجودة وبالفعل في خطوات اتخذت على الأرض، مش لبطولة بعينها ولكن لعدد من الفعاليات الرياضية الدولية. ويمكن يعني شايفين برضو كان اوريدي حصل في السنتين اللي فاتوا بالفعل من كاس العالم للهاندبول، في كاس العالم للدرجات للشيش، فاحنا الحمد لله احنا يعني دي مش حاجه جديده علينا حته التنظيم الفعاليات الكبيره، ولكن احنا الحمد لله شغالين على السكيل الاكبر وباذن الله هيكون في خطه كامله للاستضافات دي. نورهان طمان من قناه الاهلي. كنت عايز اسال عن تفاصيل الشراكه واهدافها والآليات اللي هتتم في الأيام القادمة. شكرا. تفاصيل الشراكة عامة احنا زي ما استاذ سيف قال تم تقييم اصول شركة سيتي كلوب واستادات بمبلغ معين، واحنا دخلنا بجزء كبير من هذا التقييم كزيادة رأس مال لتمويل اعداد النوادي الباقيه وزياده حجم الاموال الخاصه بتنميه تلك النوادي وتطويرها. دي التفاصيل اللي نقدر نشرحها دلوقتي نظرا لاهميه الموضوع، فاحنا يعني عامه نتمنى من الله ان احنا في خلال العامين القادمين يكون عندنا شركه سيتي كلوب
خاصة زي ما قلنا بنطور النوادي من أنها تبقى نوادي رياضية إلى مراكز تنموية يكون فيها خدمات صحية وتعليمية، بالإضافة إلى السعي إلى زيادة عدد النوادي التي تدار من خلال قبل شركة سيتي كلوب وبالتعاون مع استادات أستاذ سيف. طيب، هو طبعا وجود البريد المصري كشريك لشركة استادات في الفترة القادمة احنا يمكن هنبتدي نشوفه على الأرض أكتر من ان احنا نحكي عنه. طبعا البريد المصري موجود في قلب، يعني نقدر نقول الشعب المصري بالكل، فهنستفاد ان شاء الله من القصة دي او هنعزز الشراكة بوجود البريد المصري داخل أندية سيتي كلوب بتقديم جميع الخدمات اللي هو بيقدمها، وده بيساعد طبعا على الانتشار. وكمان مش بس كده، احنا بنتكلم على عندنا خطط لكيفية اكتشاف المواهب عن طريق يعني احدث التقنيات اللي موجودة النهاردة عالميا، واللي ان شاء الله هنعلن عنه قريب جدا لبرنامج اكتشاف المواهب الرياضيين. شكرا. سؤال آخر. مساء الخير، ريهام حمدي، صحفية في موقع كورة بلس. طبعاً بعد إعلان الشراكة النهاردة، هل التوافق بين شركة استادات وشركة البريد المصري هتساهم في أننا نشوف خلال الفترة اللي جاية نقلة نوعية في الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية في جميع محافظات مصر مش بس القاهرة؟ شكراً. ده أكيد، وإحنا أوريدي كنا ابتدينا كمان من فترة، كنا أقمنا في الصيف اللي فات عدد من الحفلات، وتم الاتفاق بالفعل إن إحنا إن شاء الله هنستمر في وجود الحفلات الترفيهية وتقديم أفضل الخدمات لأهالينا في جميع المحافظات. إحنا خطة التطور بالنسبة لنا ما لهاش أي حدود خالص، لأن هي فعلا ماشية مع خطة الدولة اللي هي لا تنتهي وما لهاش أي سقف. فبالطبع بالنسبة لي الترفيه والرياضة ده كان أصلا جزء من أساس الشراكة، فهو ده اللي هتنعكس عليه الشراكة إن شاء الله في الفترة اللي جاية. مساء الخير ومبروك على البروتوكول والتعاون والشراكة ما بين هيئة البريد وشركة استادات الوطنية. أنا أحمد درملي، صحفي في جريدة الشروق. سؤالي المهندس سيف ذا الوزيري. كنت عايز بس، الوحدات الاقتصادية التابعة لشركة استادات الوطنية متطورة ومتنوعة بشكل كبير جدا، هل ممكن نشوف في القريب العاجل مردود إيجابي اقتصادي واجتماعي للفكرة دي؟ هو بالطبع وجود الشركات الوطنية النهاردة له مردود على الاقتصاد، وبحكم كمان ان شركة استادات هي جزء من كل، وهي شركة المتحدة للخدمات الإعلامية. احنا كمنظومة طبعا بنقدم خدمات يمكن مش موجودة في حجم شركة يمكن في المنطقة كلها، فبالطبع ده هيبقى ليه انعكاس على الاقتصاد الرياضي بحكم ان احنا بندعم جميع مؤسسات الدولة، سواء عن طريق البروتوكولات اللي فعلا بالفعل تم توقيعها مع وزارة الشباب والرياضة، واللي تم توقيعها مع هيئة المجتمعات العمرانية. ان شاء الله ان احنا يعني هنبتدي نلمس الكلام ده على الارض اكتر واكتر، خصوصا بعد الاعلان عن الشراكة دي. مبروك على الشراكة الوطنية بين شركة استادات والبريد المصري. أنا أحمد ناجي من بوابة الأهرام. سؤالي للمهندس سيف، هناك اهتمام غير مسبوق باللعبات المختلفة بعيدة عن كرة القدم، نحب نعرف رؤيتكم في فكرة نشر اللعبات دي في ربوع مصر واكتشاف المواهب، خاصة أن ده بيصب في النهاية في مصلحة المنتخبات الوطنية. شكرا. طيب، هو بالفعل الرياضة جزء أساسي من بناء الإنسان، فهو جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية، فكان عندنا هدف مهم جدا حتة اكتشاف المواهب، خصوصا احنا النهاردة الحمد لله يمكن في وجود أبطال معانا عالميين وأولمبيين النهاردة،
ده معناه ان في فرصه اكبر بكتير ان احنا نقدر ان احنا نكتشف اكتر واكتر. وده كان هدفنا من الاول في تاسيس الليت سيتي كلوب، ان احنا فعلا نقدر نوصل لفئه الموهوبين في جميع المحافظات. فالبرنامج لاكتشاف المواهب موجود، وهو فعلا بالفعل شغال دلوقتي عن طريق الاكاديميات المفعله، ولسه ان شاء الله برضه هيتم الاعلان قريب بعد الشراكه دي عن برنامج ضخم جدا لاكتشاف المواهب الرياضيه. خالد رزق من كارتون تايم سبورتس، طبعا برحب بيكم ومبروك الشراكه المهمه دي. بس في سؤال مهم عن المواهب والناشئين، ايه البرنامج اللي موضوع للناشئين لدعمهم ثقافيا ولغويا ونفسيا؟ لان دايما اللاعبين المصريين بيكون عندهم مشكله شويه في الخارج في جزئيه اللغه والكاركتر بتاع الشخصيه. شكرا. طيب، هو طبعا يعني اشكرك على السؤال ده، كان بارت مهم جدا من الخطه اللي كانت موجوده، حته الصحه النفسيه للاعب. احنا لما جينا فكرنا في الاول كان الانديت سيتي كلوب ده عباره عن مشروع نادي رياضي اجتماعي ترفيهي، ولكن لما الموضوع اتطور وابتدينا نفكر فيه ازاي نطور مش بس المنشآت، ازاي كيفيه تطوير اللاعب جوه، ابتدى يتم إضافة منهج نقدر نقول إن هو إزاي يخلي اللاعب إن هو يقدر يتعامل تحت الضغوط اللي بتقابله فعلا في ممارسة الرياضة، سواء على المستوى المحلي والمستوى الدولي. فكان في بعض المشاريع اللي كان تم طرحها، يعني مش هقدر إن أنا أعلن عنها دلوقتي، ولكن هي فعلا فيها أجزاء تعليمية خاصة بإزاي كيفية تطوير اللاعب، وان هو يكون عنده يعني زي ما بيقولوا عليها كده mental toughness، ان هو يقدر يتحكم في النفسيه الخاصه به تحت الضغوطات. هشام صبحي، اكيد حضرتك عارفني يعني استشاري المشروع. طالما انتوا عملتوا تريد مارك وبقى ليكوا اسم في المارك، المفروض نبتدي نفكر بقى للخمس سنين الجايين نخش افريقيا ونعمل نفس المديول في افريقيا. ودي استراتيجيه الدوله دلوقتي، ان احنا بنساعد الدول الافريقيه، مش شرط نكسب بس المهم ان احنا يكون لينا مراكز في بعض الدول الافريقيه الهامه قرر فيها نفس البيزنس موديل اللي احنا عملناه هنا ونجح، خاصه ان احنا داخلين دلوقتي على سكه ان احنا نعمل تريد نيم او تريد مارك باسم سيتي او سيتي كلوب، ونقدر ننشرها في بلاد خارج مصر. مش هنقول في الدول العربيه او الخليج او اوروبا، لا، ممكن في افريقيا يبقى الموديول ممكن يبقى ناجح ويعمل ساوند كبير ويعمل شعبيه لمصر دول. متشكر ليك يا باشمهندس هشام. وهو ده يعني هو ده مش سؤال بقى، هو ده الاجابه. فحضرتك طرحت الفكره باجابتها، وزي ما كنت قلت في رد على اول سؤال، ان الخطط اللي مطروحه لافريقيا فعلا هي موجوده على اولوياتنا، وان شاء الله باذن الله هيتم الاعلان عنها قريب. شكرا. هل لدينا المزيد من الاسئله من الساده الحضور؟ خلاص انا عرفت نفسي قبل كده. انا بس عايز اسال شريف فاروق، يعني طبعا هل سبب دخولك او رغبتك البريد المصري ان هو يعمل شراكه مع شركه استادات؟ طبعا عايز اعرف برضو راي استاذ حسن عبد الله حول الشراكه ديت ورؤيته للموضوع. شكرا. بشكرك وبشكرك على السؤال ده. في الاول عايز اشكر المهندس سيف وزيري على التنظيم الرائع، وعايز اشكر الاعلاميه اللامعه جاسمين طه زكي على المقدمه اللي قالتها على البريد المصري. السبب، وده سؤال جيد جدا وهم، اي دخول استثمار، وانا بتكلم في استثمار وبجنبي المصرفي القدير الاستاذ حسن عبد الله
وكمان الأستاذ عصام الوكيل رئيس مجلس إدارة البريد للاستثمار، إحنا بننظر لحاجات محددة. أولا مين اللي قائم بالمشروع ده، إيه جدوى المشروع ده، ومين الإدارة. هي دي أهم ثلاث عناصر أي جهة بتفكر في الاستثمار لازم تدخل فيها. المشروع بما يحمله من استراتيجية زي ما تعرضت بتتوافق جدا مع استراتيجية البريد. الإدارة إدارة محترفة ويشهد لها الجميع، والفرص كثيرة. البريد بطبيعته في العالم كله بيدخل في استثمارات، يمكن بيختلف عن البنوك. البنوك بيبقى عندها القدرة في تلقي الأموال والإقراض، إنما البريد دايما ينظر للفرص. فالفرصة في الاستثمار الرياضي ما كانش ممكن تكون أفضل من الاستثمار مع شركاء النجاح السادات. أنا طبعا بتوجه بالشكر للقائمين على إنجاح هذا العمل، ومتأكد إن إحنا إن شاء الله هنقدم حاجة للسوق المصري مختلفة في الفترة الجاية. أستاذ حسن عبد الله. شكرا شيف بي. هو حضرتك أنا هنا نيابة عن مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، إحنا هنا عشان نقول إن إحنا بندعم شركة السادات، وطبعا الشراكة المتميزة مع شريك ممتاز اللي هو البريد المصري. وإحنا الرؤية بتاعتنا واضحة في مجال الرياضة. إحنا عندنا خلال الشركة المتحدة هنجمع بعض النشاطات اللي حاليا متواجدة في شركات مختلفة، وكلها هتبقى تحت إن شاء الله شركة واحدة تقدر إن هي تعمل تكامل بين النشاطات المختلفة. الحاجة المهمة إن إحنا متلاقين كلنا كمجلس إدارة وكمجلس إدارة استادات ومع البريد، بإن إحنا ماشيين في اللي حضراتكم سألتوا عليه، اكتشاف المواهب، الدخول إلى أسواق جديدة، والأهم كمان إن إحنا عاملين مشاريع للتحول الرقمي أو الديجيتاليزيشن. فحضرتك هتسمعوا عن مواقع جديدة وعن أبليكيشنز في القريب العاجل. وأنا بكرر شكري لكل القائمين على العمل، وعلى مجلس إدارة السادات والسيد سيف، وطبعا أخويا وأستاذ أحمد دول يعني. وبصراحة مجلس إدارة البريد الاستثمار ده أنا أعرفهم واحد واحد واشتغلت معهم، حاجة يعني فيرست كلاس. متشكرين. هل لدينا المزيد من الأسئلة؟ إذن آخر سؤال، تفضلي. سؤالي للأستاذ شريف، طبعا بعد الشراكة المهمة النهاردة، هل في خدمات إضافية ممكن تقدمها البريد لأعضاء سيتي كلاب مخصوصة يعني، أو خطة لإنشاء فروع من البريد المصري داخل الأندية؟ طبعا احنا عندنا خطة ان احنا نتواجد في جميع الأندية. وطبعا أستاذ محمد مرجان رئيس مجلس إدارة سيتي هيساعدنا بده كتير، متأكدين ان احنا تواجدنا مش بس هيبقى بتقديم الخدمات التقليدية اللي انتوا عارفينها، انما الأكشاك البريدية اللي بدأت تنتشر الفترة اللي فاتت بتقدم خدمات متكاملة. احنا زي ما الأستاذ حسن قال احنا رايحين للعالم الديجيتال وتقديم الخدمات الإلكترونية بشكل مختلف، بنغير شوية من العرض اللي شفنا فيه شركات مضاها الأستاذ سيف مع منافسين، إنما إحنا مش عايزين نستحوذ على كل حاجة. وبنعيدكم إن طبعا هيبقى كل الخدمات الرقمية هتقدم بإذن الله. إذن هذه الشراكة والاتحاد الذي احتفلنا به اليوم هو نقلة نوعية بالتأكيد في مجال السوق الرياضي، هو بداية لخطوات كثيرة تلي هذه الخطوة لدعم وتشجيع الاستثمار في مجال الرياضة، وبالتأكيد أيضا تعزيز قوة مصر الناعمة. لنختتم هذه الاحتفالية وهذه الفعالية بتوجيه كل الشكر والتحية والتقدير للدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري، كما نشكر الأستاذ حسن عبد الله رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كل الشكر والتحية والتقدير أيضا المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السادات الوطنية، وأخيرا وليس آخرا الأستاذ أحمد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار. وأخيرا كل مصري وكل مصرية في كل محافظة من محافظات مصر يقدر إن هو يمارس الرياضة، ده مش حلمنا ولكن ده واجبنا لجيل بكرة. شكرا جزيلا لحضرتك.
شفنا وتابعنا مع حضراتكم لحظة بلحظة ميلاد شراكة جديدة بين عملاق. يتكلم على الدور الكبير اللي بتقوم به شركة السادات القابضة والشريك الجديد الحقيقة أعتقد أنه هيضخ يعني وهيساعد أنه شركة السادات تعظم من إمكاناتها، وده بالتأكيد هيكون ليه تأثير مباشر على القطاع الرياضي واللي اتحدد بشكل مباشر في فكرة الأندية. لكن الحقيقة أنا سعيد أكتر من كده بالفكر والرؤية اللي بتطرحهم الدولة المصرية في التعامل مع الملفات اللي ظلت لسنين طويلة جدا بتمثل مشكلات وعقبات حاولنا معاها بشتى الطرق، ولكن للأسف النتيجة لم تكن في حدود طموحات وتوقعات المصريين. أعتقد أن الخطوة دي هيكون ليها تأثير كبير جدا في ما يتعلق طبعا بالنشاط الرياضي في مصر. يمكن أستاذ جمال برحب بحضرتك مرة ثانية. يمكن كل ما طرح قبل بداية الحدث اتكلمنا فيه مع بعض وفي وجود حضرتك طبعا وكلمنا فيه بالتفصيل، اللي شفته النهاردة تتوقع ترجمته تكون إيه وإزاي؟ شوف، هو أولا ده أنا بعتقد يعني أن هو نتاج لنجاحات شركة السادات. نجحت خلال فترة وجودها وفترة قصيرة جدا نجاح كبير، فكان هذا النجاح مغريا للبريد بأن هم طبعا البريد أقدم طبعا، فنجاحاته أكثر من 150 بالضبط سنة. يعني قبل البنوك وقبل الكلام ده كله كان البريد هو ومؤسسة عملاق رقم واحد يعني ثقة أساسا هيئة البريد في شركة السادات مع بالزبط. مع الأخذ في الاعتبار الفرق الزمني في العمر بين الاثنين، ده معناها كريديبيليتي أو مصداقية كبيرة جدا. فأنا بقول إنه ده لقاء بين مؤسستين ناجحين جدا. فهذا النجاح أو هذا اللقاء بين الناجحين 100% هيكون له عوائد إيجابية رائعة على مين؟ المواطن المصري، على جيل بكرة زي ما سموه اللي هو احنا أساسا كل المشروعات دي أو كل هذه المؤسسات والهيئات بتخدم المواطن المصري زي ما قلنا في إطار استراتيجية أو رؤية الدولة المصرية لتحسين حياة المواطن. فأنا بشوف أنه هيبقى فيه دعم كويس قوي إضافي لشركة السادات من تواجد هذا البروتوكول مع البريد، كما أيضا البريد نفسه هيستفيد. ويمكن ده جي على لسان رئيس هيئة البريد أن احنا كمان عاوزين نستفيد من الفرصة اللي بتوفرها فروع أندية سيتي كلوب بأننا نتواجد داخل هذه الأندية. فهي الحقيقة هي فايدة متبادلة بين زي ما قلنا شريكي نجاح هيستفيد منها المواطن، وده اللي يهمنا برضو في المقام ده. لفت نظري يمكن النقطة دي ما طرحناهاش، يعني طرحنا العكس منها، فكرة إنه الشراكة دي تكون تجربة ناجحة وتكون نتائجها وتأثيرها جاذب لرأس مال أجنبي يجي يستثمر في القطاع الرياضي في مصر. لكن هم راحوا الفكرة تانية الحقيقة، يمكن برضو لفتت نظري وعجبتني جدا فكرة انه نكرر النموذج الناجح ده ونطلع بيه برا الحدود بالزبط. وليه لأ ما نكونش موجودين وده في بعض بعد بقى الحياة. ده بعد مهم جدا قبل ما نتكلم فيه. بقول كمان ان وجود الأستاذ حسن عبدالله رئيس الشركة المتحدة اللي هي مسؤولة عن الكثير من المواقع والإعلام والقنوات ده وجود مهم قوي. نرجع لمسألة التوسع الخارجي، طبعا واضح الإجابات المهندس سيف الوزيري أساسا كلامه قليل هو بيقول نتكلم بعد ما نعمل. يعني أنا أصل شفت له كذا مناسبة أيام أهل الأقصر فكان كلامه برضو كده إن هو كلامه قليل جدا، بس خلال عارف البروتوكول ده عشان يتم بقاله 10 أشهر مثلا 10 شهور بيتعمل، فده معناه انه في توجه فعلا
لغزو الأسواق الخارجية أو لغزو الدول الأفريقية بغزوها بالمعنى الحميد يعني. أيوة أيوة. بأن احنا نعمل مشروعات ونساهم ونستفيد ونفيد، فده برضو شيء رائع جدا يعني. لو يمكن ده بيكمل الكلام اللي انت قلته على فكرة. أيوة. أو بيؤكد على الكلام اللي انت قلته اللي هو في بداية كلامنا لما قلت لي ال- 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 النجاحات اللي موجودة خارج مصر. الاستثمار العربي اللي راح انجلترا وراح فرنسا ألمانيا وفرنسا والكلام وإيطاليا. فده معناه برضو انه في استراتيجية عندنا في الدولة المصرية للقيام بهذا الامر مع الدول الافريقية. أيوه. ازاي ممكن نضمن او نطلب انه التجربة دي تتكرر يعني نشوفها؟ يعني انا طبعا اتمنى جدا يعني ده على مستوى شخصي الحقيقة واحد من احلامي في مجال الرياضة ان انا اشوف كيانات كانت يعني تابعة للدولة، كان قطاع خاص مصري، كان قطاع خاص عربي. لكن انا بشوف مثلا انه في الأندية الشعبية في مصر اعتقد في مقاومات نجاح مغرية جدا طبعاً. لاي مستثمر طبعاً. ازاي ممكن نشوف، وهل تشوف هل ترى انه نجاح التجربة دي ممكن يكون مشجع على ان احنا نفتح تراك تاني، مسار تاني ندعم فيه الأندية الشعبية؟ واضح من خلال اللي انا فهمته من هذا المؤتمر يعني انه التوجه لكده فعلا. وبعدين انا عاجبني ان هو توجه هادي ومدروس يعني ما فيهوش حته الاستعجال، لا ده موجود وشغالين عليه، هذا هو معنى الكلام اللي اتقال. فده في حد ذاته حاجه محترمه، زي ما كان في ادوار زمان لشركه النصر للتصدير والاستيراد وشركه المقاولين العرب وما زالت يعني. أيوة المقاولين موجوده. ايوه موجوده في افريقيا يعني تعتبر مش موازية لكن هي بتكمل الدور الذي يقوم به السفراء المصريين في الخارج، فاللي هي زي ما بيقولوا كمان هتبقى هي القوة الناعمة. وبعدين من أقوى الأشياء اللي انت تستطيع أن تتواجد بيها داخل أي مجتمع هي القوة الناعمة. وأنا بقول إن ده قد يكون مغري كمان للفن المصري، إن احنا نستعيد دورنا اللي احنا اصلا حققناه على مستوى الدول العربية والدول الافريقية، واعتقد انه الاتجاه في كده برضو يعني. طيب على الاندية المصرية عموما كمان انها تستفيد من التجربة، يعني بما انه احنا عندنا كيان ضخم، كيان عملاق اسمه شركة السادات القبضة، بتستثمر وبتنمي في موضوع الاندية، اعتقد ان التجربة دي تستحق دراسة وتستحق وقفة. واحدة من المحاور المهمة اللي اتكلم فيها المهندس سيف الوزيري، وانا الحقيقه يمكن قلت ده مرارا وتكرارا، يعني احنا دايما بنبقى فرحانين بنجومنا اللي بيلمعوا وبينجحوا بره، وقلنا يعني على سبيل المثال في ده محمد صلاح ومحمد النني في الجيل الحالي، واجيال قبل كده كان برضو في لعيبه قدرت انها تعمل او تسيب بصمه يعني. وقلت دايما انه علينا ان احنا نسال نفسنا ليه مصر رغم امكانياتها ورغم تاريخها ورغم بطولاتها على مستوى الانديه والمنتخبات عندنا دايما عدد قليل من اللعيبه المحترفه، مش بس في كره القدم، في كل اللعبات، على الرغم انه في انديه او دول افريقيه ممكن تكون اقل مننا في المكانه وفي المرتبه وفي الامكانيات، عندها القدره على تصدير، وده واحد من السلع المطلوبه. احنا بنتكلم عن سوق فيه دايما عرض وطلب. قلت دايما انه في نقطتين بيغيبوا عننا واتكلم عليهم مهندس سيف الوزيري، نقطه اللغه ونقطه التنميه البشريه، المهارات الشخصيه اللي بعيده تماما عن مهاره اللعب في اي لعبه. واعتقد انه جزء من الحاجات المهمه اللي بتميز الاكاديميات في سيتي في سيتي كلوب هي فكره ان هم بيشتغلوا على ده طبعاً. تنميه الجوانب الثانيه اللي هي بعيدا عن مهارات الملعب نفسه. هو لما انت تعمل هذه النقله للاسواق الخارجيه من خلال عمل مؤسسي في شركه زي شركه السادات بالتعاون مع البريد المصري وبالتعاون مع اي حد عاوز يساهم في هذا الامر 100% بيكون النجاح متوفر اكتر. يعني مش قصة بقى ايه ان انت بتعمل محاولات فردية، لا ده انت مجهز نفسك وفي سياسة او خطة معينة للقيام بهذا العمل. فانا بعتقد ان ده بيبقى ضمن لك من البداية قدر او حد ادنى من النجاح، لانك شغال بشكل مدروس يعني في انت لما تحدد الخطوة القادمة هتبقى في دولة معينة اسمها كذا
لا يبقى انت عارف انت ليه رايح الدولة دي. أيوة. وليه اخترتها دونا عن الدول الاخرى، ليه بدأت بيها. فده لازم يكون في حسابات الجميع. يعني دور الاعلام الرياضي في الجزئيه دي يعني بعيدا عن فكره الـ 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 المشاحنات والعصبيات انا بيتهيألي كمان انه الاعلام الرياضي مفترض يكون ليه دور في زياده الوعي بقيمه طبعاً. التجربه وباهميتها طبعا. وعشان كده انا بقول لحضرتك وجود رئيس الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه مهم، لانه انت دايما على فكرة الإعلام هو عامل زي القوة الناعمة برضو. أنت قبل ما تروح مش كل تركيزك على أنك تكسب ماتش أو تخسره. يعني يمكن لو بس ده مش وقته طبعا. لكن أنت لما بتيجي تتكلم لازم نكسب ولا إيه؟ لازم نكسب بإيه بقى؟ بجهدنا وبعرقنا وبالتركيز في الملعب إن شاء الله. وبإذن الله هنحقق ده دون الدخول في زي ما بيقولوا إيه مخاطرات وشد وجذب واتهامات وحاجات زي كده. فطبعا دور الاعلام الرياضي يجب على كل حد بيشتغل في الاعلام الرياضي انه يعرف ان الكلمه اللي بتطلع من بقه مسؤوليه. صحيح. عشان كده لان الكلمه دي ممكن تهد شغل ناس كتيره جدا. لا، والحقيقه يبقى الاعلام الرياضي من كل انواع الاعلام اللي بتقدم على الشاشات هو الاكثر تاثيرا والاكثر تواصلا مع جيل بكره اللي احنا بنتكلم عليه. هو يعني النهارده الناس اللي بيتفرجوا يعني ما ينفعش يبقى اللي بتعمله المدرسه واللي بيعمله المسرح واللي بيعمله الدراما واللي بتعمله الدول يعني اللي بتعمله الدوله شغال في تراك وانت بتهد او لا يعني يعني انت النهارده يا استاذ احمد عندك كل يوم افتح اي قناه على ضمانتي من 11 ل 2 بالليل هتلاقي برامج رياضيه. ايوه صح مظبوط، من غير ما تفكر. فكل هذه البرامج الرياضية أو هذا الإعلام الرياضي عليه دور مهم جدا في أنه هو يوصل رسالتك كدولة مصرية إلى العالم الخارجي. ويساعد بشكل كبير جدا ويكون ليه دور وهو عنده القدرة على التأثير والوصول يعني. في التوجه اللي واخداه الدولة. دورة الألعاب الشتوية في الصين في بكين سيادة الرئيس سافر هيحضر، هل ده مش يعتبر نوع من انواع المشاركه مع العالم في حاجه الناس بتحبها؟ يعني شايف قد ايه فخر الرئيس الصيني لما يدعو رؤساء الدول ومنهم السيد الرئيس ان هو يحضر ويشارك في عمليه الافتتاح او حضور الحفل الافتتاحي. صحيح، بس الدور اللي بتكلم عليه يا استاذ جمال تسمح لي هو فكره انه اللي احنا بنشوفه النهارده ده هو ملخص أو واحد من نتائج طبعاً. توجه الدولة طبعاً. يعني الدولة هنا بتشتغل على بنية تحتية، بتشتغل على استثمار واقتصاد، بتشتغل على بنى شخصية يعني ليها أهداف كتيرة جدا من وراء موضوع زي ده، من وراء فكرة زي دي. دي لو تفتكر احنا برضو ركزنا عليها من البداية، وإنه هذه الأفعال أو الأعمال لا تتم اعتباطا أو بشكل عشوائي، دي زي ما قلنا سياسة عامة في الدولة، واخد بالك؟ فهذه السياسة العامة بتخدم، انت بتبقى شغال وانت عندك سلوجنز وشعارات وعناوين معينة عاوز تحققها، فلما تشتغل عليها صح 100% ده بيفيد دولتك بلا شك. صحيح. لما اتكلم على تجارب ناجحة على المستوى العالمي، يعني يمكن هي دي التجربة الأولى من اتأخرت يمكن شوية، وإحنا تعودنا دايما على أنه مصر رائدة في كل، لكن تجربة زي كده يمكن تكون الأولى من نوعها. ما أعتقدش أن أنا يعني ما شفناش حاجة. لا. التجارب اللي ناجحة عالميا أو إقليميا من النوع ده والدول اللي قدرت تعمل نقلة نوعية، أنا بعتقد أن مصر عندها الـ 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 القدرة أنها تبقى تجربة أنجح. ليه؟ لان انت التركيز عندك هنا في بعض الدول ممكن تكون محاولات فرديه لشراء نادي، واخد بالك؟ لكن انت هنا مش محاوله فرديه، انت بتخلق حاجه من العدم، ده توجه انت بتعمله وبتشتغل عليه، فده شيء كويس. مش مجرد واحد راس مالي مثلا فعنده القدره ان هو يشتري نادي، لا، ده انت هنا بتتكلم عن دوله ممثله في شركة وطنية تابعة للدولة لا مخطط أو فكر معين بتحاول تحققه،
فطبعا النجاح انا في اعتقادي بيبقى اكبر يعني. وجود كمان حاجه زي او هيئه زي هيئه البريد اعتقد كمان ممكن يدي اشاره او رساله يعني للقطاع المصرفي. يعني انا بيتهيألي كمان انه ممكن القطاع المصرفي وعندنا الحقيقه بنوك وطنيه خلي بالك القطاع المصرفي مهم جدا تقدر تضخ او يعني تلفت نظرها او تجذبها لفكره الاستثمار في القطاع الرياضي طبعًا. اعتقد برضه ممكن واعتقد انه بنوكنا الوطنيه اصلا هي عندها التوجه ده يعني انا بشوفهم بيعملوا رعايه مثلا لبرامج خاصه بالمسابقات الطلبه والفنيه في بعض البنوك بتهالف في بعثه مصر الاولمبيه اللي شاركت في الاولمبياد الاخيره اولمبياد طوكيو اعتقد كان بعض ابطالنا طبعًا برعايه بنوك مصريه فطبعا ده في حد ذاته لكن اقصد اقول انه برضو في النهايه انت بتتكلم على رعايه بطل شيء وانك انت تخش في مجال الاستثمار في القطاع رعايه بطل ده دليل رعايه بطل دليل على ان البنوك المصريه عندها الوعي ده بس دي ناحيه اجتماعيه يعني مثلا انت عندك احد البنوك المصريه بترعى بطولات بطوله الاسكواش مثلا البصر الدوليه بس في النهايه برضو ده ما اقدرش اقول عليه استثمار في قطاع رياضي يعني ده ممكن يكون لا هي نوايا نوع من انواع التسويق او نوع من انواع الادوار الخدمه الوطنيه هي بتدعم انا فاهم بتدعم الرياضه بشكل او باخر فاحنا بنتمنى بقى انه ده يعني يتحط على اجنده البنوك المصريه ان هي لانه البنوك هتستفيد وفي نفس الوقت هتدعم النشاط الرياضي فشيء برضو مصلحه متبادله تؤدي في النهايه لتحسين العمليه الرياضيه وده مهم جدا يعني مستقبل الجيل اللي جاي يعني احنا بنبتدي خطوه وزي ما كان يعني بيتقال في الفعاليات يعني احنا الهدف هو جيل بكره طبعا التاثير او البصمه اللي ممكن تسيبها خطوه عملاقه زي كده وما زلنا لسه في بدايه المشوار انا شايف انه الفكره الحقيقه نجحت رغم انها ظهرت في فتره قليله لكن اقصد اقول تاثير ده المتوقع على الجيل بكره اللي احنا تاثير كبير جدا ما احنا الكلام بتاعنا كله على انه الفتره اللي جايه دي الاثار الايجابيه هتنعكس على الاجيال الحاليه والمستقبليه ما عشان كده بقول لك انه اي اسره مصريه النهارده بتدور على مكان لابنها او بنتها ان هي تمارس الرياضه بشكل علمي وبشكل محترم يعني طيب ممكن اذا سمحتوا لنا هنروح طبعا يمكن قناه الاهلي واحده كانت من ابرز الخطوات اللي عملت فيها شركه السادات نجاح كبير جدا بالتعاون طبعا مع وتجربه ناجحه جدا مع اسم كبير جدا هو النادي الاهلي يمكن برضو اعتقد انه خطوه النادي الاهلي او كيان يمكن هو رقم واحد على مستوى الاقاره جماهيريا وافريقيا بالتالي كانت خطوه موفقه جدا للسادات مع الاهلي شراكه على اكثر من محور اعلاميا بنيه تحتيه يعني اعتقد برضو واحده من البصمات نموذج المهمة انا بعتقد ان هو نموذج ملهم جدا لعمل شراكات اخرى يعني ما هو تم برضو اختيار النادي الاهلي تحديدا لعمل هذه الشراكه من جانب شركه السادات 100% مدروس لانه انت بتختار نموذج اصلا هو ناجح يعني النادي الاهلي كمنشاه وكمؤسسه رياضيه مؤسسه ناجحه جدا فانت لما تختار ان انت تتعامل معاها واخد بالك واعتقد ان التجربه كمان مرضيه بالنسبه للنادي الاهلي يعني بدليل استمرارها واشاده مجلس اداره النادي الاهلي دايما برئاسه الكابتن الخطيب بالتعاون اللي بين الجهتين لو اتكلمت على يمكن التطوير البنية التحتية ويمكن أعتقد شركة السادات ما اكتفتش بس بفكرة بناء أندية جديدة دي كانت واحدة من المشكلات اللي بتواجه في المقام الأول طبعا الأسرة المصرية لكن كمان فكرة تطوير الملاعب يعني يمكن احنا بنتكلم على 16 استاد أخذت شركة السادات حق تطويرهم أعتقد ده برضو هيمثل إضافة للدولة ككل مش بس للملاعب اللي هيتم تطويرها عشان كنت تطور هذه الأندية أو هذه الاستادات كنت هتصرف كام وهتاخد وقت قد إيه شركة السادات شغالة بالتوازي في كل هذه الملاعب وفي كل هذه الأندية وعلى فكرة أنت لو شفت يعني الأماكن دي هتلاقي الفرق باين
يعني انا بالصدفه زرت كذا مكان، لا تحس انه في اضافه واضحه جدا. و يعني يمكن اهو الفيلم ده اكيد هيعرض، يعني ده اكيد هيعرض الاعمال اللي تمت اهو في فرق، يعني في بصمه واضحه جدا يا استاذ احمد على هذا الموضوع. طبعا ده جزء واحده من الشركات برضو الحقيقه اللي نجحت فيها سكاي دايف فيرز، ده لقطات من داخل الانديه الاجتماعيه. ويمكن يحسب كمان العامل الزمني، يعني طبعا هو الواحد بقى في مصر بيشوف ايقاع في الانجاز في كل المستويات، مشروعات بين يوم وليله جدا. لكن خلينا نقول انه 16 فرع اللي ظهروا للسيتي كلوب كانوا الحقيقه ظهروا في وقت او في زمن قياسي، ونجحوا كمان في ان هم يوصلوا القاعده عريضه جدا. عارف ليه؟ عشان ماشيين بمفهوم ثابت وبالتوازي. يعني ما انتش بدات في حاجه وخلصتها، يعني ما انتش محتاج 16 سنه عشان تعمل ده، انت عملت ده كله في توقيتات متزامنه. فده شيء كويس طبعا. طبعا اعتقد انه عرض لخص بشكل كبير مشوار، رغم من هو يمكن مش طويل قوي، يعني مشوار لا مش طويل، بس لكن في انجازات وخطوات يعني مثمر. أيوه. او منتج، وده شيء كويس. وده واحده من النقط يمكن اللي اتكلمت عليها او اتكلم عليها الاستاذ احمد عبد الله، يمكن انه واحده من المعايير الاساسيه اللي خلتهم يخشوا في شراكه زي دي هي الاداره المحترفه لشركه استادات اللي قدرت مش بقول تحط لك بصمه في اغراء بشكل رائع جدا. طيب هتسمح لي يا استاذ جمال فضل. يمكن زميلتنا نورهان تمام جاهزه بلقاء مع العميد فضل. محمد مرجات طبعا رئيس مجلس اداره شركه سيتي كلوب ونائب رئيس مجلس اداره شركه استادات. خلينا نروح لنورهان والعميد محمد مرجات. اتفضلي نورهان. بجدد التحية بكم مرة أخرى وبضيفك الكريم يا كابتن أحمد، ومساء الخير لمشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا طبعا معانا العميد محمد مرجان نائب رئيس شركة استادات الوطنية زي ما قلت يا كابتن أحمد، الحديث عن حفل أو بروتوكول توقيع الشراكة ما بين استادات والبريد المصري النهاردة، يعني حفل طبعا منظم وجميل كالعادة، وطبعا حضرتك مشرفنا كالعادة في قناة النادي الأهلي. طبعا يعني انا بشكر قناه النادي الاهلي، وجزء طبعا ما نقدرش دايما نسيبه معاه بعض على طول ان شاء الله. اولا لازم نبارك لهيئه البريد المصري، وبنبارك لهم على الشراكه، واحنا سعداء جدا بشراكتهم من خلال شركه البريد للاستثمار. ان شاء الله هيكون مردود باذن الله قوي على الرياضه بالكامل. وانا عايز اقول بقى حاجه مهمه جدا، متهيألي جه الوقت من النهارده، وانا شايف اللي فيه بقالنا فترة بنتحرك، بس النهاردة بقى الحلم هيبدأ يتحقق. جه الوقت اللي احنا مش عايزين نسمع كلمة دعم في الرياضة. النهاردة الرياضة دي صناعة قوية جدا. الاستثمار الرياضي هو ده، يعني نغير الدعم للاستثمار الرياضي. لازم الرياضة النهاردة تكون ذراع قوي جدا من أذرعة الدولة الاقتصادية. دول العالم كتير الرياضة بالنسبة لهم ده قطاع بيبقى مهم جدا في الاقتصاد. عايزين من اللحظة دي ان شاء الله نغير بقى دعم للاستثمار. احنا بنستثمر عشان خاطر صناعة قوية جدا، صناعة هتعود علينا كلنا كمجتمع بمردود قوي جدا، مش مالي فقط لا غير، لا ده مالي واجتماعي وثقافي. يعني هو ده اللي احنا عايزين نفكر فيه ونتكلم فيه، وان شاء الله بإذن الله بالشراكة مع البريد. وبشكر طبعا الأستاذ شريف رئيس مجلس الإدارة اللي هو يعني مؤمن بهذا الموضوع، ويمكن من كلامه باين واضح. وبشكر مجلس إدارة السادات وكل العاملين في شركة السادات، لأن فعلا كان تعب قوي جدا، يعني تعبنا كتير الفترة اللي فاتت، يمكن ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا النهاردة. وبشكر المجلس اللي قبلينا اللي هو صاحب الفكرة أو أصحاب الفكرة، كل واحد شارك في الفكرة وكل واحد بيدعمها، وكل واحد النهاردة سبورت عشان نجاح الفكره دي. لازم نقول له متشكرين كرياضيين، احنا كلنا موجودين النهارده ومعانا نجومنا، ومش هم دول بس، احنا ايدينا ممدوده لكل نجوم مصر. بنقول لهم متشكرين، واللي جاي باذن الله يكون احسن واحسن ان شاء الله. اي حاجه فيها العميد محمد مرجان طبعا لازم تكلل بالنجاح، بس كنت عايز اسالك بلغه الشارع، ازاي نبقى عندنا استثمار رياضي وفي نفس الوقت ما يبقاش هدفنا كله الربح؟ ما هو تاني استثمار رياضي، انت الاول دايما بتقولي دعم بدعم،
لكن ملوش ناتج. النهارده الاستثمار الرياضي مش هدفه ربح فقط لا غير. الاستثمار الرياضي النهارده انت عندك استثمار رياضي بتعملي محو اميه الرياضه. يعني ايه محو اميه الرياضه؟ انا بحب لعبه عايز امارسها، انا بوفر لك النهارده العنصر اللي يوصل لك الرساله دي او يحقق لك غرضك، وانت عندك النهارده بتمارس اللعبه اللي انت عايزها، مش شرط تبقى قطاع بطوله. ولكن النهارده هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، من حق كل مواطن يمارس الرياضه. الاستثمار احنا بنستثمر عشان نكتشف مواهب، احنا بنستثمر عشان خاطر بنبحث عن المواهب في كل محافظات مصر. النهارده انت رايحه لكل المحافظات عشان تدوري على الموهبه اللي موجوده، وفي نفس الوقت من خلال اندية سيتي كلاب بتوفري مجتمع ثقافي، مجتمع علمي ان شاء الله باذن الله على اسس علميه سليمه، مجتمع رياضي، يكون مجتمع يحتوي ولادنا. النهارده ابنائنا في المحافظات ما كانوش لاقيين المكان اللي يحتويهم، النهارده لا، احنا بنوفر النادي الاجتماعي الثقافي الرياضي عشان خاطر يبقى كل واحد في محافظته احنا رحنا له لغايه عنده. ان شاء الله باذن الله مش هتبقى سيتي كلاب بس، لا هتلاقي فيه انديه كتير بعد كده، وهتلاقي فيه توسعات اكتر. ولكن اللي انا عايز اقوله، مصر فيها كنز اسمه منشآت رياضيه. الفتره اللي جايه لازم هذه المنشآت تشتغل، لازم هذه المنشآت تتحرك باقصى قوه، لان انا عندي قناعه ان صيانه المنشآت الرياضيه في تشغيلها، مش اللي انا ابني واقفل. احنا دلوقتي بندور كل منشاه رياضيه موجوده ازاي هنشغلها، كل منشاه رياضيه موجوده اتعملت واتكلفت ملايين ازاي هنبدا نشغلها، وازاي فعلا نستثمرها، ازاي افتحها لابنائنا عشان خاطر يبقوا موجودين فيها. هو ده اللي احنا هنتحرك فيه الفتره اللي جايه، وبنتحرك فيه بقالنا فتره. كلمة أخيرة بقى يعني للناس اللي تابعت النهاردة الحفل وتمنياتك للمشروع إن شاء الله. أولا يعني الناس اللي تابعت الحفل كلنا بنقول يا رب اللي مصر النهاردة تتأهل للنهائي، وعندي يقين. توقعاتك كام بقى بمناسبة إن أنا صدقت إن أنت تبقى معانا؟ يعني أنا قلت 1-0، وفي يعني محب المشاوير 2-0، وأنا ربنا يكرم إن شاء الله، بس بأمر الله بأمر الله أيا كان أنا عندي تفاؤل، وإن شاء الله هنتأهل بإذن الله. وأيا كان النتيجة احنا رجالتنا ما شاء الله شرفونا، ومتهيألي كل الشعب المصري عارف كده كويس. الحاجه الثانيه انا عايز اقول لكل اسره سيتي كلاب وكل الابناء اللي موجودين في محافظات، مش شرط تبقى عضو، لا احنا هنروح لك وهنعمل الاكاديميات اللي موجوده اللي تتوافق مع كل المجتمع، والموهبه اللي احنا هنكتشفها احنا فعلا هنستثمر فيها، مش هندعمها، هنستثمر فيها، لان في يوم من الايام الاستثمار ده هيعود عليا انا بالربح حق الاستثمار اللي احنا عملناه. فهو ده اللي احنا بنقوله، احنا موجودين ان شاء الله باذن الله في كل محافظات مصر. النهارده احنا 16 مكان، 16 نادي، لا احنا عندنا طموح اكبر من كده بكتير، زي برضو ما اخويا سيف الوزير قال ان شاء الله باذن الله نخش افريقيا، ان شاء الله باذن الله هنروح لاهلنا اللي في الخارج، المصريين في الخارج، عشان هو بيتعب بره، موجود وبيشتغل بره عشان خاطر ولاده، لا احنا هنروح لغايه عنده عشان خاطر النهارده هو بيتعب يبقى عارف كويس قوي ان ابنه موجود في مجتمع رياضي كويس. واحنا أهم حاجة بالنسبة لنا مشروع القرن، حياة كريمة، ورؤية مصر في 2030. كلنا بنحلم، أنا قلتها قبل كده أيام النادي الأهلي وقلتها كتير لو أنتوا هتتذكروها، اللي مش هيلحق يعمل مشروعات استثمارية ويساعد الدولة المصرية في ظل وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي مش هيلحق يعمل حاجة بعد كده. أنا قلت الكلام ده مش النهاردة، قلت الكلام ده من سنة ومن سنتين في النادي الأهلي. يمكن شايفين المنشآت اللي حصلت في النادي الأهلي في وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي برضه بيحلم، فاحنا بنحلم معاه، فربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله باذن الله. شبابنا اشتغلوا وتعبوا، احلامكم هتتحقق بالتعب، مش اللي انا هفضل قاعد. النهارده لسه كنت بتكلم مع سيف وبتكلم مع الزملاء، عشان كده لازم اشكر كل العاملين معانا ال10 شهور من خناقات لشغل لتعب لمجهود ليه ما بحسناش بيها غير النهارده. المرحله خلصت، اللي احنا اتعلمناه بنقطع الصفحه، المرحلة الجديدة ايه؟ الرؤية الجديدة ايه؟ هو ده اللي احنا هنبدأ فيه، ونتقابل تاني ان شاء الله بإذن الله عشان نشوف احنا حققنا ايه ونحاسب بعض. دايما بيقول احنا بنحاسب نفسنا قبل اي حد. الحديث مع حضرتك يعني مش عايزة اخلص بجد، يعني انا مش يعني انا عمالة افكر في اسئلة تاني، اقول يمكن اسأل تاني ونطول الحديث شوية. ولكن طبعا حضرتك شرفتنا كالعادة في على شاشة قناة النادي الاهلي، وسعيدة جدا باجراء حواري معك. شكرا جدا. انا متشكر جدا جدا، توفيق ان شاء الله. ده طبعا كان لقائنا مع العميد محمد مرجان نائب رئيس شركة استادات الوطنية، وحديثه المطول عن توقيع البروتوكول اليوم بين شركة استادات والبريد المصري. إن شاء الله كل الدعم وكل التوفيق لشركة استادات الوطنية في مشروعها القادم. شكرا لكم جدا، وعودة إلى الاستوديو. شكرا. الواضح الحقيقة إنه في باشن، في حالة
إيمان كبيرة جدا بالمهمة، مش مجرد دور بيقوم بيه وخلاص، لكن هو مقتنع تماما بكل هدف وعنده رغبة كبيرة جدا. حسيت ده من كلامه، ومن كلامه الحقيقة ابتدي حواري مع أستاذ جمال الزهيري، لأنه قال جملة في منتهى الأهمية تقول لك قد إيه الفكر في التعامل مع الملفات وخصوصا الشائكة والمعقدة منها اتغير. بدل ما تفكر أنك أنت بس تقدم مجرد دعم عشان تسكن أو عشان تسكت وما يكونش في حل جذري للمشكلة، فكر أنك تتعامل بمنظور مختلف وتحول الدعم ده لنوع من الاستثمار. هتكلم عن الرؤية والطرح ده مع أستاذ جمال، بس بعد ما نشوف كمان ونتابع زميلتنا هاني أبو القاسم أجرت أو تجري لقاء مع المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة استعدادات القبضة. خلينا نشوف هيقول إيه ونرجع نكمل كلامنا مع ضيفنا العزيز أستاذ جمال الزهيري. برحب بيك زميلي احمد من جديد وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ولسه مستمرين معاكم طبعا من داخل حفل توقيع البروتوكول الاكبر للاستثمار الرياضي في مصر، ومعي طبعا في هذه اللحظات المهندس سيف الوزير رئيس مجلس اداره شركه استادات. طبعا في البدايه يعني بقول لحضرتك الف مبروك على هذه الشراكه، وبرحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. الله يبارك فيكي، وبرحب بيكي وقناه النادي الاهلي والمتابعين. عايزين بقى نتكلم اكتر عن هذه الشراكه اللي الحقيقه هتعمل تطوير ونقله كبيره جدا في الاستثمار الرياضي في مصر. احنا من وجهه نظر شركه استادات منذ تاسيسها ان كان هي قائمه على اداره المنشات والمنشات الرياضيه والاستثمار الرياضي، وليها دور هام جدا طبعا في مساعده الدوله في تطوير المنشآت دي، وتم بالفعل توقيع بروتوكولات مع وزارة الشباب والرياضة وهيئة المجتمعات العمرانية، وكان عندنا التوجه ان احنا نتوسع في أندية سيتي لتغطية جميع محافظات مصر، فمتوقع ان شاء الله بوجود البريد معانا ان احنا هنسرع وتيرة الوصول للهدف ده، وهيبان الكلام ده ان شاء الله على الفترة اللي جاية في على الأرض الفترة اللي جاية بإذن الله ان شاء الله. يعني احنا شفنا كمان من خلال المؤتمر جوه ان التطوير مش هيكون بس مقتصر على مصر وداخل محافظات مصر، لا كمان في خطه للتطوير خارج مصر سواء في افريقيا او في الوطن العربي. هو بالفعل طبعا احنا عندنا الاهداف بتاعتنا يعني كبيره جدا، طبعا بتبتدي في الاهداف الخاصه بمصر، وبعد كده ان شاء الله من ضمن الاهداف ان احنا نطلع ويكون لينا دور في قاره افريقيا باذن الله. يعني احنا الحقيقه في الفتره الاخيره زي ما قلت شفنا تطوير كبير جدا واهتمام كبير بالرياضه في مصر، مش بس في كره القدم زي يمكن ما كان سابقا، لا كمان في جميع الالعاب. حضرتك شايف ازاي ده هيكون داعم لكل الرياضيين المصريين؟ احنا طبعا شفنا الفتره اللي فاتت الحمد لله كان في اكتر من بطل توج سواء كان في بطولات العالم او في الالعاب الاولمبيه اللي فاتت، وده اللي خلينا بصراحه ان احنا نركز اكتر على اكاديميات مختلفه بحكم ان احنا موجودين في محافظات مختلفه علشان خاطر ان احنا نكتشف المواهب دي، وبالفعل ابتدينا نحط مع الاكاديميات اللي موجوده في الفروع دي برنامج لاكتشاف المواهب، وبدخول البريد المصري كشريك لينا هيبان الكلام ده اكتر ان شاء الله الفتره الجايه، لان فعلا احنا عاملين بروجكت كبير جدا بسكيل مختلف ان احنا نكتشف المواهب من خلال انديه سيتي كلوب في جميع المحافظات. الحقيقه ده كان واضح من المؤتمر جوه، يعني بشكر حضرتك جدا وببارك لحضرتك مره ثانيه. ميرسي جدا وشكرا لك. شكرا. شكرا لحضرتك. يعني ده كان لقائي طبعا مع المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس اداره شركه استادات الوطنيه. العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. شكرا هنا وشكرا المهندس سيف الوزيري. خلينا نشوف بعض معالم توجه شركه استادات في الفتره اللي جايه، واللي زي ما قال المهندس سيف يمكن بتحلم وعندها طموح انها تتخطى الحدود. اتمنى كمان الحقيقه ان كان ليا ان انا اطلب ان احنا نركز بشكل كبير جدا على الالعاب الفرديه، يعني الرياضات المائيه، السباحه، الغطس، الالعاب القتاليه، جودو، كاراتيه، العاب القوه طبعا، يمكن المصارعه، الحاجات دي كلها احنا عندنا قدره على ان احنا نتفوق فيها. يعني شفنا نماذج كتيره جدا، محمد رشوان، بس الغرباوي، جانا في الفتره الاخيره مع في اولمبياد طوكيو، شفنا كرم جابر، شفنا العاب كتير قوي، خصوصا لما بنتكلم طبعا على المشاركات الاولمبيه، اعتقد ممكن يبقى مستقبل مبشر لينا في مصر. خلينا نشوف
في الحدث. طبعا نورهان زميلتنا نورهان طمان موجوده معاها الاستاذ محمد المنشاوي عضو مجلس اداره شركه استادات. تعالوا نشوف هيقول ايه ونرجع للاستاذ جمال مره ثانيه في تغطيتنا الخاصه. مستمرين معاكم مشاهدينا مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، ومعانا زي ما قلت كابتن أحمد الأستاذ محمد المنشاوي عضو مجلس إدارة استادات الوطنية هنا من حفل أو بعد انتهاء حفل تدشين بروتوكول شراكة ما بين شركة استادات الوطنية والبريد المصري. برحب بحضرتك معانا على شاشة قناة النادي الأهلي. أهلا وسهلا يا فندم. في البداية كلمنا عن الشراكة وإزاي جت الفكرة وأهداف الشراكة. طبعا يعني في البداية بشكر قناة الأهلي على التغطية، وطبعا قناة الأهلي إحدى الشركات اللي موجودة معانا في شركة السادات الوطنية من عن طريق برزنتيشن لايف. الحقيقة الشراكة جت عن طريق هيئة البريد، وإن هيئة البريد اتنقل لها فرصة الاستثمار في الرياضة مع كشريك رئيسي لشركة السادات الوطنية. وزي ما قال المهندس سيف إن المفاوضات بقالها أكثر من 10 شهور وانتهت بتوقيع البروتوكول وإعلان الشراكة. أهداف الشراكة الحقيقة محورين. المحور الأولاني مبادرتين رئيسيتين للرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة حياة كريمة، والمبادرة الأخرى هي بناء الإنسان. احنا بنحاول من خلال هذه الشراكة ومن خلال شركة السادات ان احنا نوفر حياة كريمة مش بس على مستوى القرى، على مستوى المحافظات المختلفة والمدن المختلفة، ونوفر نفس التسهيلات ونفس الإمكانيات اللي موجودة في القاهرة نوفرها في الأقاليم وفي المحافظات المختلفة. ده وطبعا يعقبها بعد كده بناء الإنسان، بناء الجسد وبناء العقل عن طريق ممارسة الرياضة. ده محور أساسي للشراكة. المحور الثاني هي صناعة الرياضة. يعني يمكن الشراكة دي شراكة استراتيجية استثمارية، احنا بنهدف منها ان شاء الله بإذن الله ان شركة السادات الوطنية بالتعاون مع البريد المصري نبتدي في ما يسمى بصناعة الرياضة، وان الرياضة تبقى جزء من الناتج القومي المحلي وتساهم في زيادة الناتج القومي المحلي لمصر بإذن الله. بشكر حضرتك جدا، نورتنا في قناة النادي الأهلي، شكرا لحضرتك. مرسي يا فندم، شكرا جزيلا. طبعا ده كان لقائنا زي ما كنتوا معانا ومتابعينا مع استاذ محمد المنشاوي عضو مجلس اداره استادات الوطنيه. شكرا لكم جدا وعودة الى الاستوديو. شكرا للكلام اللي قالوا ضيوفنا اللي ظهروا على الشاشه، سواء كان المهندس سيف الوزيري او العميد محمد مرجان او الاستاذ محمد المنشاوي، كلام مهم جدا محتاجين نقف معاه ونطرحه. يمكن انا طرحت منه جزء فيما يتعلق طبعا برؤيه ازاي تتعامل مع المشكلات وازاي تغير من فكر او من توجه الدوله في النظر للمشكلات القائمه دي. خليني بس قبل ما اطرح كل الموضوعات دي على استاذ جمال، اسمحوا لنا هنروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. بالتأكيد خلينا نتفق أنه برضو دلالات النهاردة أو الشراكة اللي حصلت النهاردة هي نتاج ثقة كبيرة جدا من مؤسسة عريقة هي هيئة البريد المصري في كيان ولد حديثا ولكنه ولد عملاقا، وقدر في خلال فترة بسيطة جدا يثبت بالدليل القاطع وبالتجربة أنه كيان يستحق أنه يتم النظر ليه بعين الاعتبار، وفرصة وبيتيح فرصة كبيرة جدا لأي حد عنده رغبة في الاستثمار أنه يدخل في شراكة، وهو طبعا شركة استادات. هنسمع دلوقتي مع حضراتكم ونتابع مع زميلتنا من هناك نورهان طمان. طيب هنا ابو القاسم هي اللي جاهزه مع الاستاذ احمد عبد الله رئيس شركه البريد المصري للاستثمار عن رؤيته وعن فكرته في الدخول في شراكه مع شركه استادات القبضه، ونرجع لحضراتكم على طول. مرحبا بكم من جديد وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ومعي في هذه اللحظات استاذ احمد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركه البريد المصري للاستثمار. في البدايه طبعا برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي والف مبروك على هذه الشراكه. بارك فيك. اهلا وسهلا. بارك فيك. اهلا وسهلا. عايزين نتكلم اكتر عن هذه الشراكه ودور كمان طبعا البريد المصري. البريد المصري دوره ان هو يتمثل في دعم مشروع استادات والخطه الطموحه لفتح نوادي في محافظات مصر ال 16 نادي الحاليين، وان شاء الله نتطلع لزياده هذا العدد في القريب العاجل. احنا دخلنا في زياده راس مال لتمويل
إعداد وتأهيل هذه الأندية وتطويرها. بنتكلم دلوقتي مع شركة استادات إن احنا نقدم البرامج التنموية المختلفة زي تمكين المرأة، زي المشروعات الخاصة بالمواهب الرياضية. بنفكر في التعليم الطبي، التعليم الطبي في التعليم الرياضي في الصحة، استغلال هذه المراكز ان احنا نقدم رعاية صحية برضو لأعضاء سيتي كلاب في كافة أنحاء الجمهورية، بحيث ان احنا نرفع من مستوى الهدف بتاعنا، نرفع من مستوى النمو البشري للجمهورية، جزء من جزء أساسي من خطة التنمية المستدامة الخاصة بسيادة الرئيس 2030 ان شاء الله. يعني زي ما حضرتك قلت هيكون في تطوير شامل لأبطالنا الرياضيين، حضرتك شايف ازاي بقى هينعكس على أبطالنا الرياضيين؟ ان شاء الله هو ايجاد مجتمعات، يعني نوادي صالحه فيها مدربين ناس متخصصين ذات كفاءه في المحافظات. طبعا ده هيساعد ان انت تكتشف المواهب ودعم المواهب دي نفسيا، ولما يدخل نوادي يدخل المنشآت يلاقيها حاجه جميله يقدر هو فعلا يبقى مبسوط بتواجده فيها، وطبعا بتاثر عليه ايجابيا في أدائه الرياضي او اي 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 نوع من انواع زي ما بيقولوا عليها التالنت بتاعه. يعني نشوف هو كويس فيه يجي النادي، وممكن يطلع فنان، ممكن يطلع. احنا عايزين نهيئ البيئه دي لاي موهبه موجوده في مصر انها تزدهر وتنمو ان شاء الله. احنا عارفين ان كمان هدف هذه الشراكة مش بيقتصر بس على مصر، ويمكن دي اول تجربة للاستثمار الرياضي بمعنى الاحترافي. حضرتك شايف ده ازاي هينعكس على صورة مصر في الخارج؟ هو يا فندم احب انوه ان مبدئيا دي لو احنا هنتكلم في ارقام، هي تعتبر من اكبر استثمارات في النشاط الرياضي في منطقة الشرق الاوسط السنة دي خلال السنة دي، واحنا نفخر بالموضوع ده. احنا طبعا علاقتنا البريد المصري بالدول الافريقيه علاقه وطيده جدا لو حضرتك تعرفي، وده يعني بعد ما نبيت الى اسره البريد المصري اكتشفت ان العلاقه بين البريد المصري والدول الافريقيه جيده جدا، بنحاول نستغلها ان احنا نطور العلاقات بيننا وبين الدول الافريقيه المختلفه. الدول الافريقيه طبعا حابه الموديل جدا بتاع استادات ما شاء الله. موضوع النوادي المجتمعيه اللي عندنا في مصر ده حاجه مش موجوده كتيره بره، ده تعتبر براءة اختراع لمصر انا اعتبرها يعني، والناس تتطلع للموضوع ده. طبعا دول افريقيه بتتكلم معانا بتشوف الموديل، بس احنا قلنا ايه، خلينا الاول نفتح فروعنا اللي موجودين في مصر، وفي نفس الوقت يكون وصلنا للمستوى من التشغيل الاساسي لخدمه الشعب المصري، وفي نفس الوقت بنحاول نتبادل مع الدول الافريقيه الخبرات ونفرجهم على الحاجه، وان شاء الله لو في عائد جيد ان شاء الله اقتصادي ومعنوي احنا ما عندناش اي مشاكل نروح اي دوله افريقيه، وربنا يسهل ان شاء الله. ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا وببارك لحضرتك مره ثانيه. جدا اشكرك جدا، شرفتونا، اشكرك جدا. يعني ده كان لقائي طبعا مع استاذ احمد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركه البريد المصري، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. شكرا هنا. رؤيه وفكره هيئه البريد المصري واهدافها، وما فيش مانع اذا كان في مصلحه تحقق منافع او مكاسب مشتركه لكل الاطراف انه هيئه البريد تطلع وهي كمان وتتخطى الحدود، بما ان معاها شريك استراتيجي قوي جدا زي شركه استادات. في ناس حلمت، واحنا يمكن اثناء وانا بتكلم في حديثي مع استاذ جمال الزهيري كنت قلت انه الرياضه مش بس تخص وزاره الشباب والرياضه او مش تخص القطاع الرياضي فقط، لكن في قطاعات كتيره متوازيه تهمها نجاح المنظومه الرياضيه في مصر، منها الصحه، منها التربية والتعليم، منها الثقافة، ومنها كمان السياحة، لأنه خدوا بالكم في كتير من الدول وإحنا أهل ليها وعندنا ما يسمح لنا من مقاومات إن إحنا يكون كمان في عندنا سياحة رياضية أو رياضة سياحية، ودي كمان واحدة من الخطوات اللي خدتها شركة استادات، وكان مولودها الأول شركة سكاي دايف فيرز. ويمكن هيكون في لقاء دلوقتي مع أستاذ أحمد عبد الله أجرته زميلتنا هنا أبو القاسم عشان يطرح فكرة سكاي دايفز. الفكرة اللي في يوم من الأيام كانت مجرد حلم وكانت بالنسبة لناس كتيرة جدا مخاطرة، تحولت النهاردة وبقت موجودة على أرض الواقع. خلينا نشوف ونروح لهنا والأستاذ أحمد عبد الله رئيس مجلس إدارة شركة سكاي دايف فيروز.
برحب بيك زميلي احمد من جديد وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا لسه مستمرين معاكم في تغطياتنا الحصريه لحفل الاعلان عن الشراكه الاستراتيجيه بين شركه استادات الوطنيه وطبعا البريد المصري، ومعي في هذه اللحظات كابتن احمد عبد الله طبعا المدير التنفيذي لشركه سكاي دايف ثيروس. في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايز اعرف بقى ايه راي حضرتك في ايفنت النهارده والشراكه بين شركه استادات الوطنيه والبريد المصري. هو طبعا في البدايه طبعا برحب بحضراتكم وبهنيكم على الايفنت الجميل ده، لان دي شراكه تعتبر تاريخيه واستراتيجيه ما بين هيئتين قوميتين في البلد او في الدوله. هيئه البريد المصري طبعا هيئه عريقه وليها تاريخها من 1850، وثم شركه استادات الوطنيه اللي هي بتهتم بالسياحه الرياضيه والانشطه الرياضيه في مجال الدوله الحديثه. فطبعا انا شايف من وجهه نظري ان هذه الشراكه هي شراكه قويه جدا بتخدم اهداف الدوله في تنميه الرياضه بالشكل الحديث والرقمي اللي احنا كلنا بنجري عليه في الفتره الحاليه. عايز اعرف بقى ازاي الشراكه دي هتنعكس على سكاي دايف ثيروس، خصوصا ان انتوا اول شركه تدخل هذه الرياضه لمصر. هو طبعا لما نتكلم على شركه سكاي دايف ثيروس فما نقدرش نقول سكاي دايف ثيروس من غير شركه استادات، فهي تعتبر جزء من الكل. طبعا قوه الايفنت والمساعي والاهداف اللي هي رايحه للشراكه ما بين الاستادات وهيئه البريد طبعا هتنعكس بطريقه مباشره على شركه سكاي دايف ثيروس. ان احنا بنتكلم زي ما قلنا جوه مستر سيف الوزيري قال ان الشراكه دي ما بنتكلمش داخل الدوله المصريه ولكن ليها ابعاد خارج حدود الدوله. واحنا بالفعل شركه سكاي دايف ثيروس قامت ببعض الفعاليات الفترة اللي فاتت في العالمين وثم في المنتدى الشباب العالم في شرم الشيخ ودعت أبطال العالم، وإن شاء الله مخططين الفترة اللي جاية من خلال شركة استادات إن احنا ننطلق مع الشراكة مع البريد المصري ننطلق فعاليات أقوى في منطقة شرم الشيخ والأهرامات الفترة الجاية. بشكر حضرتك جدا وبتمنى طبعا ليكم مزيد من التألق. شكرا ليك يا فندم. شكرا. يعني ده كان لقائي طبعا مع كابتن احمد عبد الله المدير التنفيذي لشركه سكاي دايف ثيروس. لسه مستمرين معاكم في مزيد من اللقاءات. العوده ليك يا احمد مره اخرى في الاستوديو. بشكرك شكرا جزيلا ونورهان ايمين بمجهود كبير جدا لتغطيه الحدث واستقبال ضيوف الحفل الشراكه ده. لكن خليني اقول لحضراتكم استكمالا للكلام وهسمع تعليق برضو استاذ جمال الزهيري، كنت بتكلم على الـ على الـ على الرياضه السياحيه او السياحه الرياضيه صحيح. واعتقد بقى يعني عندنا في كل مكان في مصر في الصعيد في الصحراء الشرقيه والغربيه في 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 في, في سيناء شمال وجنوب اعتقد مساحه وامكانيات تسمح لنا بده. قطاع مهم جدا وبرضه الاهتمام بيه 100% مكسب من المكاسب الرهيبه لتنشيط السياحه. ايوه يعني في رياضات معينه بعد وجود سكاي دايف يعني ممكن طبعًا. نقول برا وبحرا وجوا يعني ثلاثه يمشوا يعني بصراحه بجد يعني حاجه محترمه جدا ومهمه جدا في دعم الرياضه ودعم السياحه، عشان كده هي اسمها السياحه الرياضيه صحيح. لان هي مفيده للجانبين طبعا في ناس بيجوا وخليني اقول لحضرتك كمان انه جانب منها بعيدا عن الممارسه النشاط الرياضي نفسه، جانب منها مرتبط بالترويج لمصر السياحيه بشكل طبعًا. كبير جدا طبعا. انت محتاج يعني الدايفنج مثلا في منطقه زي شرم الشيخ او في البحر الاحمر عموما يعني ده الاقصر فيها صحيح اللي هو المناطيد طبعا طبعا دي برضه الاهتمام بيها ممكن يبقى عنصر جذب صحيح. رائع يعني للسياح. لسه مع سكاي دايف ثيروس هنكون مع هيثم ابو عوف عضو مجلس الاداره ولقاء هتجريه معاه زميلتنا اعتقد هنا ابو القاسم هي اللي جاهزه معايا. خلينا نروح نشوف اللقاء ونرجع لحضراتكم. برحب بيك يا احمد من جديد وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ومعي في هذه اللحظات كابتن هيثم ابو عوف طبعا عضو مجلس اداره شركه سكاي دايف ثيروس. في البدايه طبعا برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايزين بقى نتكلم على راي حضرتك عن ايفنت النهارده. والله تنظيم الايفنت مش محتاج حد يتكلم عليه، الايفنت واضح زي ما احنا على طول اتعودنا من شركه استادات في التنظيم، حاجه هايله حاجه محترمه جدا. الشراكه نفسها بين استادات الوطنيه وبين البريد المصري اعتقد ان هي دفعه كويسه قوي للرياضه المصريه، هيبقى فيها بنفت عاليه قوي لكل الاطراف، اعتقد ان هي بدايه وهتبقى بدايه قويه على طول ان شاء الله. يعني يمكن واضح كتير جدا في الفتره الاخيره ان في تطوير كبير جدا في الرياضه المصريه، يعني حتى مثلا سكاي دايف ثيروس يمكن اول شركه دخلت هذه الرياضه لمصر، شايف ازاي ده التطوير؟ بص، هو دايما المجالات الجديده اللي هي في اي حته في الدنيا بتبدا،
لازم يا اما تبدا قويه وتبدا مع شريك قوي زي شركه استادات. اعتقد ان شركه سكاي دايف فيروز هي حاجه حدث جديد في مصر، رياضه جديده لسه بتثار هنا في مصر. رد الفعل في الشارع المصري على الايفنتات الصغيره او القليله اللي احنا عملناها بالشراكه مع شركه استادات كان رد فعل قوي جدا اعلاميا ومن كل الناس. بنقدر نشوف ده من على السوشيال ميديا، من على الاسئله، من على الكومنتس. اعتقد برضو ان هي شركه يعني هيبقى ليها مستقبل كويس قوي جوه مصر ان شاء الله. يعني يمكن هدف من اهداف الشراكه دي هو عمل نموذج يحتذى به الوطن العربي وافريقيا، حضرتك شايف ده ازاي هينعكس على الرياضه في مصر؟ دايما احنا في شركه استادات وبالتبعيه شركه سكاي دايف فيروز احنا مش باصين للرياضه داخليا بس، احنا برضو عايزين نروح افريقيا وعربيا، وخصوصا ان الرياضه دي عربيا وافريقيا لسه رياضه برضو جديده، احنا بايونير في كل المنطقه في الشرق الاوسط وفي جميع الرياضات. يمكن اللي عندنا قبلينا كذا سكاي دايف حوالينا، وبرضو احنا باخدينهم بالنسبه لنا ان هي البدايه عشان دي مرحله الانطلاق بالنسبه لنا، فاحنا ان شاء الله باذن الله ناويين بالرياضه دي ننتشر في افريقيا والوطن العربي كله باذن الله ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا. شكرا جزيلا. شكرا لك. يعني ده كان لقائي مع كابتن هيثم ابو عوف عضو مجلس اداره شركه سكاي دايف فيروز. لسه مستمرين معاكم، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. شكرا، بشكرك هنا. شكرا جزيلا. برومو في البروموشن اللي اتعرض في الحفله، واحنا بناخد جولات كده في مختلف الافرع الخاصه بسيتي كلاب. وجود هي قصة مش قصة ملاعب بس، لكن وجود أسماء كمان كلهم نجوم في مجالاتهم طبعا. يعني في أي رياضة من الرياضات اللي بتتلعب والمفتوح ليها أكاديميات في فروع سيتي كلاب المختلفة، شفنا أسماء ونجوم دوليين وأبطال طبعا. أولمبيين طبعا. ما هو برضو من ضمن الحاجات اللي اتقالت مهمة جدا، أعتقد كان على لسان العميد محمد مرجان أنه هو قال أن احنا مش بس نكتشف المواهب، نستثمر في المواهب. وده تأكيد على كلام المهندس سيف الوزيري انه القصة ما هياش قصة ان انا اكتشف واسيبه هو بقى مع نفسه. اللي بيكمل هذه الاكتشافات الجيدة جدا هو رعاية هذه المواهب صحيح. عشان توصله لمرحلة البطولة والعالمية. مظبوط. وده مهم قوي قوي يعني. أكيد. بمناسبة الأبطال والأبطال العالميين، معنا بطل أوليمبي برونزيت بكين هشام مصباح، طبعا بطل مصر في الجودو. خلينا نروح نشوف هنا أبو القاسم جاهزة عشان تجري مع لقاء، نروح نتابعه ونرجع لحضراتكم. برحب بيكم من جديد وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، ولسه مستمرين معاكم في الحدث الأكبر للاستثمار الرياضي في مصر، ومعي في هذه اللحظات أحد الأبطال المصريين كابتن هشام مصباح، طبعا البطل الأولمبي والحاصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد بكين. في البداية طبعا برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي، وعايز أعرف بقى رأي حضرتك في الحقيقة الشراكة اللي حصلت بين شركة استادات الوطنية والبريد المصري. طبعا برحب بيكم قناه النادي الاهلي، وبشكركم على الاستضافه وبشكركم وجودكم في الاحداث الجميله دي. طبعا قناه النادي الاهلي من القنوات الفعاله في الرياضه المصريه، ودي حاجه كويسه جدا. النهارده احنا بنشوف يمكن شراكه بالتعاون بين شركه استادات والبريد المصري، ودي حاجه يعني احنا بنشكر فيها سواء شركه استادات او البريد المصري على التفكير، على الشغل، على انه هو بيفكر في الرعايه المجتمعيه من ناحيه التوجه الى ان احنا يخش في مجتمع الرياضه ويبدا يدعم الانديه او يتواجد في الانديه المصريه. النهارده استادات عندها يمكن 16 فرع، يمكن في 6 انديه شغالين بالفعل. ما نشوف النهارده البريد المصري بيبدا يقدم خدماته في داخل الانديه الهيئات دي، بنشوف النهارده استادات ان هي بتستفيد من الدعم ده، ان هي بتقدر تطور من نفسها اكتر، وبتقدر تعمل التوجه للتكنولوجيا وتوجه لان احنا بنشوف ابلكيشنز وبنشوف حاجات في الرياضه. النهارده استادات بتفكر بفكر مختلف، نتمنى ان شاء الله انه ده يبقى حاجه اضافه في المستقبل للرياضه المصريه. طبعا كون حضرتك احد ابطالنا الرياضيين، عايز اعرف بقى شايف ازاي ده هينعكس على تطوير الرياضه المصريه.
اكيد ده طبعا هيبقى اضافه كبيره. النهارده الرياضه حصل فيها تقدم كبير جدا، احنا النهارده بقى عندنا التكنولوجيا والتقدم التكنولوجي في العالم كله بقى داخل الرياضه، فالنهارده بقينا بنشوف قد ايه انه دي حاجه مهمه للابطال بتوعنا. النهارده استادات بتقدم ده للجيل اللي جاي، بتقدم له ازاي يبقى فيه اهتمام بالتكنولوجيا، بتسهل كمان ان النهارده يقدر انه يوصلوا للمعلومه باسهل طرق، يقدر يوصلوا للداتا اللي هم عايزينها. بالتعاون طبعا النهارده مع البريد المصري بنشوف انه في خدمات هتتقدم كتير جدا جدا جوه الهيئات او الانديه اللي موجوده تبع الاستادات، فدي حاجه طبعا بتسهل المناخ الاجتماعي والمناخ الرياضي داخل الهيئات دي. بشكر حضرتك جدا. شكرا، سلام طيبين. يعني ده كان لقائي مع طبعا بطلنا المصري كابتن هشام مصباح، انتظرونا في مزيد من اللقاءات. العودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرا هنا أبو القاسم، شكرا نورهان تمان، وشكرا للسادات كمان على تنظيم الحفل الرائع ده، وده جزء الحقيقة من الأدوار اللي بتقوم بيها شركة السادات كتنظيم فعاليات ومؤتمرات، دايما بتظهر بشكل وبلغه يعني مختلفه ومتميزه دايما. صحيح بالزبط. هرجع على الحقيقه لكلام المهندس سيف الوزيري والعميد محمد مرجان اللي قالوه اثناء لقاء، يعني اللقاء فكره انك انت تحول وجهه نظرك كدوله من التعامل مع مشكله ما بفكره انك انت بس تكتفي بانك انت توجه ليها دعم لا يؤتي ثماره، سواء بالنسبه ليك كدوله او لمتلقي الدعم، وانك تحول الدعم ده لفكرة استثمار طبعا يرجع عليك بالفايدة على كل المستويات، فايدة فنية وفايدة استثمارية، ويرجع كمان على المتلقي بفايدة وتطوير. أنت لو وجهت دعم لمشروع معين وسبته ما عملتش حاجة. أنت المفروض أهم حاجة بعد ما تقدم الدعم يا أستاذ أحمد أن أنت تتابع مدى نجاح هذا العمل وتساعد في تطويره أو تقويمه، إذا حصل خروج عن الهدف لا أنت بتعدل وبتظبط بحيث تحقق الأهداف اللي أنت أصلا بتدعم عشانها. ما هو أنت مش مجرد أنت معاك فلوس وعايز تصرفها، لا أنت بتصرف هذه الفلوس وفقا للمفهوم بتاع الدولة المصرية عشان تحقق أشياء معينة وأهداف معينة. صحيح. هذه الأهداف زي ما اتفقنا هي بناء المواطن أو المساعدة في هذا الأمر بعمل مفيد. فعشان كده أنا بقول إنه مهم قوي بعد ما توجه الدعم تقيم تطور وتشوف أنت وصلت لإيه. صحيح، ده مهم قوي. صحيح يعني. والحقيقة يمكن اسمحوا لي قبل ما أشكر أستاذ جمال الزهيري، خليني أقول إنه اللي شفناه النهاردة واللي حضراتكم شفتوه خطوة مهمة جدا طبعا، وخطوة عملاقة جدا، وجات في توقيت مناسب جدا، واعتقد انه تأثيرها ونتائجها هتظهر بسرعة كبيرة جدا على قطاع الأندية في مصر بشكل خاص، واتمنى انها تعمم بعد كده على مستوى القطاع الرياضي. هي باختصار شديد جدا معادلة مرتبطة برؤية وتوجه الدولة في تسخير قدراتها من خلال الكوادر حقيقة في منتهى الاحتراف، نجحت في إثبات جدارتها وقدراتها في وقت بسيط جدا، ونجحت في ترجمة قدرات الدولة نفسها من حيث البنية التحتية ومن حيث القواعد الشعبية والجماهيرية في أنها توفر معادلة تكسب كل الأطراف، سواء كنا بنتكلم على هيئة كبيرة زي هيئة البريد، أو كنا بنتكلم على كيان كبير زي شركة استادات القبضة، أو كنا بنتكلم كمان على المواطن المصري وعلى جيل بكرة اللي هم الهدف الأول والأساسي والرئيسي للدولة المصرية. نتمنى إن شاء الله أنها تجربة تكون بداية تكلل بالنجاح، وأنها كمان تنتشر ويتم تكرارها واستنساخها على أكثر من نطاق. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ جمال. أنا بشكرك جدا يا أستاذ أحمد، وبشكر قناة الأهلي أن خلتنا نحضر أو نتابع مع بعض هذا الحدث اللي أنا بعتبره من الأحداث المهمة جدا اللي هيبقى لها تأثير إيجابي رائع في مستقبل الرياضة المصرية إن شاء الله بإذن الله. ويمكن إحنا حضرت معاكم كذا مناسبة أكثر من رائعة، الحمد لله. نتمنى يا رب دايما بإذن الله دايما خطوات لبناء الرياضة المصرية والمواطن المصري. طول ما احنا بناخد خطوة لقدام، طول ما احنا مطمنين، طول ما احنا مبسوطين طبعا. ولازم نشكر شركة السادات على المجهود الرائع طبعًا اللي بتقوم بيه في هذا المجال،
بالتعاون مع النادي الاهلي العظيم. ان شاء الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ جمال زهيري على وجودك معنا في تغطيتنا الخاصه، وبشكر حضراتكم على المتابعه، ولازم اختم في النهايه اقول مبروك، وان شاء الله باذن الله اللي جاي دايما لمصر وللمصريين احسن. تحياتي لحضراتكم.